مشاهدينا الكرام، مساء الخير. بين جرود عرسال وضرائب السلسلة، هكذا تنقل المشهد اللبناني خلال هذه الأيام. في الجرود إرهاب يسقط ومقاومة تسجل نصرا جديدا في تموز جديد، وفي السلسلة سكوتك ضريبة، شعار رفعه اليوم ناس النقابات على قلتهم في وسط بيروت، وتحذيرات من انهيارات اقتصادية رفعتها الهيئات لتكون النتيجة أن لا أحد راض عما حصل. في حلقة الليلة محورين، البداية عرسال مع الصحفي والسياسي غسان جواد ورئيس التحالف المدني الإسلامي أحمد الأيوبي، وفي الجزء الثاني من هذه الحلقة أستضيف وزير الاقتصاد السابق ألان حكيم، ناشرة موقع عرب إيكونوميك نيوز فيولات بلع، رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم فؤاد زمكحل، والقيادي في التيار النقابي جورج السعادي، لأناقش موضوع السلسلة والضرائب الجديدة التي فرضت على اللبنانيين. إذن في القسم الأول من هذه الحلقة، جرود عرسال والمعركة الدائرة هناك. مساء الخير أستاذ غسان جواد، أهلا وسهلا. مساء الخير أستاذ أحمد الأيوبي كمان، أهلا وسهلا فيك. طبعا بدنا نحن وياك نناقش في القسم الأول، في النصف الأول من هذه الحلقة، مجريات الوقائع الميدانية في عرسال، النظرة السياسية تجاه ما يحصل، وارتدادات أو تأثيرات هذا الأمر على مجمل الوضع، وإذا ما كان هو مربوط بما يحصل في المنطقة ككل، ماذا عن الغطاء الإقليمي والدولي لما يحصل، ماذا عن السلطة السياسية في لبنان وموقفها تجاه هذه العملية أو هذه الحرب، وماذا عن التوقيت، يعني بعد كذا سنة من تواجد هذه العناصر الإرهابية في الجرود، حان الوقت لاقتلاع هذه البؤرة إذا فينا نقول. بداية أستاذ غسان جواد بالوقائع الميدانية، يعني أظهرت اليوم الوقائع أنه حوالي 70% وأكثر من مناطق النصرة تحررت وأصبحت تحت سيطرة حزب الله، حيث تم رفع العلمين اللبناني وعلم المقاومة. هل هذا يعني أن المعركة أصبحت بحكم المنتهية؟ إذا 70% لحد اليوم بأول 3 أيام، هل خلال أيام ستنتهي هذه المعركة أم ماذا؟ بداية تحية لك للأستاذ أحمد وللمشاهدين، وتحية للشهداء الذين سقطوا في هذه المعركة طبعا، دفاعا عن لبنان ودفاعا عن حدود لبنان، وثأرا لشهدائنا الذين سقطوا في تفجيرات العام 2013 و2014 في بيروت وفي الضاحية وفي كل لبنان وفي البقاع أيضا. اليوم كل أم، وإضافة إلى شهداء الجيش اللي تم اختطافهم وتصفيتهم بعرسال بأب، نعم. 2014 الشهداء الجيش اللبناني أيضا، وبالتالي اليوم كل أم من هالأمهات، أمهات الشهداء، شهداء الجيش اللبناني، شهداء المدنيين الذين سقطوا بفعل هذا الإرهاب، في وسعها أن ترتاح، لأن هنالك شباب اليوم يقومون بالاقتصاص من قتلة ابنها. أما بالظرف السياسي لهذه المعركة، جاي بسياق خلصت موضوع حلب، خلصت موضوع الموصل، المشروع التكفيري يتلقى ضربات على مستوى سوريا والعراق والمنطقة. على كل حال رح ناقش أكثر أنا بهذه النقطة، بس هون خليني نبلش بالميدان. نعم. يعني الوقائع الميدانية أظهرت لحد هلا أنه حوالي 70% من مناطق سيطرة النصرة في جرد عرسال أصبحت بحكم السيطرة. هل هذا يعني أنه نحن أمام أيام معدودة لانتهاء هذه المعركة كليا؟ مش رح تاخذ وقت كتير المعركة مع النصرة. الإنجازات التي قامت بها المقاومة في اليومين الماضيين بالمفهوم العسكري وبالمفهوم الميداني هو إنجاز كبير، إنجاز كبير على مستوى تحرير هذه الجرود. يعني أحد الخبراء العسكريين قبل ما فوت على الاستوديو قال لي على التليفون انه بمعركة جيش كلاسيكي يمكن ان يباد الجيش الكلاسيكي في هذه البيئة الطبيعية، لانه جرود مفتوحة ممكن ينشروا قناصات ويقعدوا هن بس يقوسوا يعني. ايه بس ما في تغطية، في تغطية مدفعية، في طبيعي يعني، في كمان طيران، في كمان طيران يقصف يعني، في بس كله في هذا في معطيات يملكها الجيش النظامي كمان تخوله لأن يقف امام هذه المعركة بشكل واثق. عمل مجموعة شهادات
حول تورا بورا أيمن الظواهري، إذا بيسمعهم الواحد بيكتشف أنه القصف الطيران والمدفعي ما له معنى بالمغاور والطبيعة الجبلية. بس على كل حال ما تنسى أنه قصف الطيران السوري لمواقع النصرة ساهم أيضا بشكل كبير في تحقيق هذه النتيجة، بطبيعة الحال، ولكن في تغطية من الطيران قصف الطيران السوري كان تمهيدي، ولكن المقاومين المجاهدين في حزب الله هن اللي كانوا على الارض. نعم. 70% من المساحه الموجوده مع النصره اليوم. وموضوع داعش في مفاوضات حنحكي يعني ما طيب. ما تستبق الامور. السؤال، هل كان هذا الامر متوقعا برايك من قبل المقاومه ومن قبل يعني الدراسه الميدانيه لهذا الوضع؟ هل كان هذا الامر متوقعا بسرعه تحقيق هذه الانجازات ام لا؟ عملوا مناورات من قبل ودربوا الشباب على طبيعة على البيئة وعلى الجغرافيا وعلى الطبيعة الميدانية وعم تاخذ وقتها الأمور يعني. نعم. من وجهة نظرك أستاذ أحمد الأيوبي، اقتلاع إرهاب من جرود لبنانية في عرسال أليس عملا بطوليا وعملا مطلوبا؟ مساء الخير أول شيء، تحية لك وللأستاذ غسان كمان. مساء النور. أول شيء بدي أقول أنه هذا المشهد اللي عم نشوفه مشهد متوقع، يعني مجموعات محاصرة ساقطة عسكريا من الناحية الفعلية والعملية من مدة لا بأس فيها، الإمدادات صارت عندها محدودة جدا، وبالتالي أنا يعني لاحظت أنه في نوع من التضخيم لهذا المستوى من الوجود من أجل تكبير حجم المستوى السياسي في الاستثمار السياسي إذا بدنا نقول على المستوى العملي، من أجل تكبير مستوى الإنجاز برأيك؟ يعني تكبير هذا الخطأ إذا بدك، من أجل تكبير إذا بدك على طريقة عنترة بالزمان، أنه والتقى الفارسان أو الرجلان كأنهما جبلان، فأنه أنت بدك جبل مقابلك ليكون في إنجاز بهذا المعنى. موضوع أنه هن ينشالوا، أكيد نحن بالنسبة لنا هي مجموعات شكلت خطر على لبنان، مجموعات شكلت خطر أم مجموعات إرهابية؟ طبعا إرهابية. ولما بتكون عم تشكل خطر شو بدنا يعني، أنا ما بحب يعني كأنه نحن ناطرين على النقطة إذا نحن صرنا بدنا نكون مصنفين مع داعش ولا لا. لا بس إنه لا بس إنه لا يعني بيشكل خطر لما بيشكل خطر صوار. النصرة يعني إذا بدك نروح على التصنيف التخصصي أو الأكاديمي، اختلفوا النصرة عن داعش بمكان معين، بس ما اختلفوا معنا وقت اللي اعتدوا على حدودنا وعلى جنودنا وعلى الأراضي اللبنانية وعلى الجيش اللبناني. أي فئة نحن بتدخل على الأراضي اللبنانية هي فئة محتلة ومغتصبة، نحن ما بنقبل بوجودها إطلاقا. نعم. بس أنه تقلي أنه النصرة شو عملت تحول فكري، هذا منه نقاشنا، بس أنه إيه عملوا غير اللي طريقة هذا شيء تاني. أما أنه نحن اليوم وين، شو الرؤية؟ أنا بشوف أنه الدولة اللبنانية هي والجيش اللبناني هو يفترض يكون سيد الموقف في هذا الموضوع. ما المفترض أنه يكون في حدا، أيا يكون هذا الحدا أو أيا يكون هذا الحزب، هو اللي عم يأخذ المبادرة. شو اللي ناقص أنه الجيش يقدر يتقدم؟ بس إذا كان في حزب لبناني، هذا الحزب له إنجازات على سبيل تحرير الأرض اللبنانية، على سبيل محاربة أعداء لبنان. إذا هذا الحزب كان يملك إمكانات وعمل عمل يتماهى أو يقف إلى جانب رؤية الدولة اللبنانية والجيش اللبناني، وين الغلط؟ يعني وين يعني أنا خليني أقول لك شيء، الدولة اللبنانية كانت برات الموضوع كله سوا، لا الحكومة اللبنانية استشيرت ولا يعني الجيش اللبناني تنسيق ميداني امر واقع. إيه بس مين بيعرف يعني مين ممكن يحسم او مين ممكن مجلس يجزم وزراء. لا مجلس مين وزراء. ممكن يجزم انه لم يكن هنالك تنسيق نحن او علم معلش. او ما شفنا نحن الحكومه اللبنانيه طلعت موقف، مش بالضروره يكون بالعلن، ممكن يكون هذا التنسيق او هذا الغطاء السياسي بين المزدوجين. إيه ممكن من تحت يكون الطاوله من تحت الطاوله شيء، ونحن عم نحكي من الجانب الدستوري، من الجانب القانوني، من الجانب الشرعي، من الشرعية الدستورية والقانونية شيء، والأمر الواقع شيء آخر. الأمر الواقع حزب الله عنده قوة عسكرية، عم بيخوض معارك بسوريا وبلبنان. يعني أنت من وجهة نظرك أستاذ أيوبي، كان من المفترض أنه الجيش اللبناني يقوم بهذه طبعاً المهمة. وأنا ما بقبل يطلع حدا يقول لي اليوم مثلا، سمعت كلام أنه هدول الشباب بحزب الله لو منهم جبابرة ما بيقعدوا بهيديك المناطق العالية الخطرة، والجيش اللبناني ما قادر يوقف هالوقفة.
لا قال هيك؟ لا ما بدي اسمي بالاسماء، بس اليوم طلع حدا على الاعلام منع الجيش اللبناني يعني، منعت الدوله منع الجيش من ان يقوم بمهامه فوق. انا تابعت احداث اب 2014 لما جرى اقتحام عرسال، كان القرار السياسي انذاك رئيس الحكومه وفريق المستقبل منعوا الجيش يعمل معركه عسكريه، منع الجيش من هذه من داخل عرسال، والجيش يلتزم بالقرار السياسي. وقت اللي بتوقع عرسال تحت احتلال هالمجموعات، المعركة بتصير مساوية لتدمير عرسال، بيصير شيء. ونحن عم نحكي بمنطقة جردية فيها واضحة المعالم المعركة والمواجهة. والسؤال انه نحن هلا اذا انتهت هالمعركة بهذا الشكل، لمن ستكون السيطرة النهائية على هذه المناطق؟ الجيش اللبناني. عظيم إذا الجيش اللبناني ماشي، بس يعني كمان في مين عم بيقول إنه لا، الأوضاع الاستراتيجية ما رح تسمح إنه هاي المنطقة مين هو يرجع يسيطر حزب الله اللي هو عم بيخوض المعركة؟ مين رح يسيطر؟ عم بيقول نحن مثل ما عملنا بالسلسلة الشرقية رح نعمل بجرود عرسال، رح نرجع بساتين أهل عرسال لأهل عرسال. أكثر طرف اليوم يساند هذه المعركة ضمناً على الرغم من الضخ ومن التعمي ومن الغبار، هن أهل عرسال اللي اختنقوا من الأمر الواقع الذي نشأ منذ العام 2011 لل 2014. ما حدا قال ومن ثم من 2014 الواقع. من ثم من 2014 صاروا احتلال. بس هون بدي استوضح منك شغلة. بدي استوضح منك شغلة. عم تقول إنه في ظروف إقليمية قد تمنع أو تحول دون تسليم هذه الأراضي إلى الدولة اللبنانية. يعني كيف يعني؟ إذا حزب الله اليوم تحديدا. إذا حزب الله اليوم بمعادلاته وبعلاقاته الإقليمية وبشيء له علاقة بظروف الحرب السورية وبالتقسيمات اللي عم تصير كمناطق نفوذ وإلى آخره، إذا كان من مصلحة مثلا اليوم الطرف الإيراني أنه يستمر وجوده بهالمنطقة، هل حيسلم في وجود إيراني بهالمنطقة؟ لا، عم بحكي أنا اليوم بهذا الامتداد. حزب الله اليوم له علاقة بشق ما من من العلاقات بإيران، وإيران عندها معركة بسوريا، وإذا اقتضى الأمر بده يختار مصلحة إيران بهاللحظة الاستراتيجية. أنا عم أقول بهذا المحل حزب الله شو حيختار؟ حيختار يسلم المواقع والجرود للجيش اللبناني أو بده يقول أنا نظرا لظروف معينة العلاقة بالواقع الصراع القائم في سوريا لا أنا حابقى بهذا المحل. هل هذا الكلام تضعه من باب الحرص أم من باب التشكيك أم من باب ما بعرف؟ يعني إخواننا الفريق من اللبنانيين أنا برأيي هلأ منه وازن كتير، يعني برأيي في إجماع واسع لبناني على المعركة. حتى الأطراف اللي بيختلفوا مع حزب الله بالسياسة واللي مختلفين معه بتوصيف المعركة بسوريا بهذه المعركة عم ينظروا بشكل مختلف. وبالتالي نحن إذا بدنا نجاوب على اللي عم بيقوله الأستاذ أحمد، نرجع لتاريخ العلاقة بالميدان بين حزب الله والجيش اللبناني، اللي نكتشف أن حزب الله باللحظة اللي الدولة بيكون فيها موجودة بيقعد على جنب وينتظم تحت سقف هذه الدولة. بس عم بقول لك في عنده حسابات إقليمية حزب الله، يعني عنده حليف أساسي اللي هو إيران، وهو يعني بالسياسة وبالحسابات الميدانية إنه لا يمكن أن يكون على خلاف حتى مع هذا الحليف الأساسي. حتى بالحسابات الإقليمية نحن نثق بالجيش اللبناني والمقاومة والجمهورية الإسلامية بإيران والدولة السورية تثق بالجيش اللبناني وتعتبر أن وجود الجيش اللبناني على الحدود هو موضع استقرار وموضع أمان. خلافا للسابق لم نسمع أصوات تعترض أو تعارض أو تنتقد بشدة إلا ما خلى بعض المواقف الغربان على وسائل التواصل الاجتماعي. لا بس عم بقول أنا بالمواقف السياسية المعلنة من نواب من وزراء من إلى آخره، يعني لم نلاحظ هناك مواقف، بالعكس كان في إما صمت أو عدم تعليق أو أنه يعني إيجابي يعني كان الكلام. هذا على ماذا يدل برأيك؟ بس قبل ما جاوبك في فكرة بدي أقولها كمان، أنه في أداء عم بيقدمه حزب الله وعم بيقدمه الحشد الشعبي وعم بيقدمه أنصار الله، عم بيأدي بعلم السياسي وبالتحليل هيك العميق يعني ليقدموا نموذج في التكامل مع الدولة بلحظة وجود الخطر الداهم تحت سقف هذه الدولة. هذا النموذج ينبغي تأصيله والتفكير فيه بشكل
كيف انه نحن بلاد تتعرض لمخاطر ولمشاريع احتلال وهيمنة وارهاب وغيرها، كيف القوى الشعبية العربية اللبنانية وغيرها تتكامل مع الدولة تحت سقف الدولة وليس خروجا على الدولة. نعم. هذا مهم كثير. برجع على نقطة اللي سألتك عليها. السؤال شو كان؟ السؤال كان انه هناك يعني لم نسمع اصوات تعترض او تنتقد، اما هناك صمت او هناك موقف ايجابي. يعني موقف الرئيس سعد الحريري اللي عمله قبل ما يسافر بشوي عطى نصف غطاء. انا هذا سؤالي، هل هذا يعتبر غطاء سياسي لما يقوم به حزب الله، حتى ولو غطاء سياسي من تحت الطاوله او غطاء سياسي غير معلن بشكل صريح؟ احنا كنا نتامل من اخواننا بتيار المستقبل انه انتم مختلفين مع حزب الله بالمعركه بسوريا، ما حدا عم بيضربكم عقيدكم لا تتفهموا المعركه، بس هاي ارض لبنانيه، كان من المفترض الغطاء او نصف الغطاء الذي اعطي للجيش أن يكون شاملا لتغطي معركة المقاومة أيضا، طالما أنه بس الصمت السياسي أستاذ غسان، الصمت السياسي ألا يعتبر ضمنا شبه غطاء؟ إذا أنت يعني هون السؤال، إذا أنت أو الرأي العام بده يفهموا هيك عم بستفهم يعني ممتاز. أنا بالسياسي هل هذا بالمعطيات بالمعلومات بالكواليس، هل هذا موجود أم لا؟ بس بدك تحلل، بدك تحلل من ثوابت المرحلة، يعني كل مرة بدك تحلل بثوابت المرحلة. تيار المستقبل خياراته اللي عملها منذ انتخاب العماد الرئيس ميشيل عون، خيارات الرئيس سعد الحريري في تغطية الجيش وضرب الإرهاب وغيرها لا تزال قائمة ومستمرة. هلأ مش عم يعرف ينظم خلافه مع حزب الله، نحن مندعي للمزيد من التفاهم لمعركة المقاومة ضد الإرهاب في لبنان. نعم. نحن بنتفهم موقفه بدون ما نوافق عليه، ولكن يجب على المستقبل أن يكون لديه مزيد من التفهم لمعركة المقاومة بلبنان، وما يخلق جو ممكن نعم. أنه قبل ما أسأل ينحط بخانة التحريض نعم. أو قبل ما أسأل أستاذ أحمد عن هالموضوع بدي أذكر ببيان تيار المستقبل يلي قال أنه هذا البيان أدان أي أعمال تتصل بالاعتداء على السيادة اللبنانية سواء من جانب التنظيمات الإرهابية المسلحة أو من جانب النظام السوري وحلفائه الذين قرروا تصفية حساباتهم مع تلك التنظيمات على أرض لبنان بمعزل عن أي قرار أو مشاركة للدولة اللبنانية وسلطاتها الشرعية. هذا يعني كيف يمكن أن نقرأ هذا الموقف؟ يعني هذا في وقع أبو مالك التلي نفسه هذا الكلام. إف ولو؟ هلا هي هون المشكله، تبادل شو بس يعني هيدا يعني انت عم توصف تيار لبناني اساسي بابو مالك تلي هو ارهابي، انه كثير هلا مين بدنا نصدق، الرئيس الحريري او تيار المستقبل؟ اذا كان تيار المستقبل والرئيس الحريري يلي انتخبوا العماد عون ويلي ماشيين بكل هذا المسار اللي كثير من الناس بيعتبروه تنازلي والبعض بيعتبروه تسوي، بلحظة عم يختلف برؤيته حول قضية أساسية اللي بلشنا النقاش فيها، هي العلاقة برؤية سيادة الدولة. هو من وجهة نظره ما بيقدر يسلم أنه حزب ما أيا يكن هذا الحزب عم يبسط سيطرة عسكرية بغض النظر عن وجود الدولة اللبنانية. إذا هذا التيار كل ما نختلف معه بده يطلع داعشي وبده يطلع أبو مالك التلي، هذا مشكل كبير، هذا نوع من ال طب ليك دخلك وزير النازحين امبارح، يعني معلش مش عيب بيقول انه حزب الله حزب ارهابي؟ هذا هو وزير الارهاب، هو نفسه وزير رعايه الارهاب. شوف شباب عم بيقاتلوا ليدافعوا عن البلد، شو ما كان رايك. حتى ولو فصلت انا المعركه يلي بعرسال، بس في ازمه كبيره بالرؤيه للموضوع السوري وطريقة قتال حزب الله بسوريا وتوصيف قتال حزب الله في سوريا يلي ما حدا عم يقدر يوصل لنتيجة لا فيه. بس هيدا مش قتال أوكي. بسوريا هيدا قتال بأرض لبنانية لاقتلاع جماعة إرهابية بالوقت هيك. يلي كان المفروض عطفا على اللي قاله أستاذ غسان، في وزير بالحكومة اللبنانية قاعد جنبا إلى جنب مع وزراء من حزب الله ومن عدة فرقاء عم بيوصف هن يلي بده يحكي. يعني أنا ما بعبر لا عن تيار المستقبل ولا عن الوزير المرابي، هن عندهم هذا الموقف بياخدوه. أنا بالنسبة لألي نحن ما بقلك هذا تيار غير ممسوك وغير متماسك، الرئيس بيحكي كمان شيء هيدي مشكلته، بيطلع وزير ثاني بيحكي شيء، بيطلع نائب بيحكي شيء، مين بدنا نصدق؟ ابدا بهذا الموضوع. انا وجهه نظري
إذا كان في تفهم ما لخصوصية أنه هيدي أرض لبنانية، بس بيبقى العقدة الأساسية هي كيفية التعاطي مع الشرعية القائمة. هذه الشرعية للدولة اللبنانية منتقصة نتيجة وجود حزب عم يعمل عمل عسكري على الأراضي اللبنانية. هلأ بيعتبروا الدولة اللبنانية ضعيفة، هو عم بيساعد الدولة كمان، هذا مشكل أكبر. لانه نحن اليوم اذا يا اما هيدي الدولة، ماذا لو كانت يا اما هيدي الدولة، ماذا لو كانت الدولة اللبنانية موافقة؟ ما انا موافقة، مش مبين انه موافقة، ومش يعني مبين لحظة يعني مش مبين ان معترضة. رجعنا على الخلاف السياسي، رجعنا على الخلاف السياسي، يعني هل رجعنا على الخلاف السياسي؟ هل لا سؤال، هل سمعنا بيان صادر عن الحكومة اللبنانية او عن رئيس الجمهورية او عن قيادة الجيش او عن قائد الجيش يعترض على ما يقول به حزب الله؟ ولا سمعنا مين عم يوافق، ايه ولا سمعنا، ولا سمعنا طيب. مين عم بيوافق؟ يعني فيك تفهموا انت موافقه وفيك تفهموا انا اعتراض، بس بكل بساطه كتار يقولون انه الصمت علامه الرضا. لا لا لا، يعني تذكر بالمنطق تذكر الخلاف، بمنطق الامور تذكر الخلاف التاريخي حول الرضا. شرعيه المقاومه. ليش 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 الخلاف بمجلس الوزراء على هالكلمه؟ لانه بلحظه من هاللحظات حول لما بنختلف على ملف مثل هالملفات، اما بيكون شرعي او لا يكون شرعي. هلا بغض النظر عن مدى التفهم له، اما بيكون شرعي او لا يكون شرعي. الان بالتوصيف الدستوري حتى الان حزب الله ما صار حشد شعبي في لبنان، ما شرع في لبنان، لذلك هذا الفعل في عليه اشكال، وهذا الفعل في عليه وجهه نظر بتقول انه الجيش اللبناني هو اللي لازم يقوم بهالمهمه مدعوما بالشعب اللبناني، وفي وجهه نظر اخرى عم تقول العكس. نحن مع وجهه نظر الجيش اللبناني. النقاش يا استاذ احمد انتم تجاوزتوه، بس الواقع 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 نحن اليوم بمنطقة عم يضربها زلزال كبير، الارهاب عم بدمر مدن، عم بدمر مصائر حياة. معلش معلش، الارهاب اقليات مثل الايزيديين عم بيجري سبيون وقتلهم وخطفهم. لا لا، اكتريات عم تنباد. السني بالموصل لما ابيدوا ما ابيدوا بس على يد داعش، لا، اليوم لما انتركت الموصل على يد نوري المالكي وفاتت داعش واحتلت داعش ودمرت الموصل بعدين، لا ما كانت المسألة هيك بهالبساطة. ولما بتنرفع الرايات المذهبية وانه هذا صراع خلينا احفاد يزيد والحسين، خلينا نرجع على جرود عرسان. لا يمكن ان نصدر نحو هذه المعركة من منظار مذهبي. وانا بالنسبه لي اذا انت المدن السنيه، الحواضر السنيه المشرقيه، نوري المالكي امبارح كان عم يحكي الحواضر السنيه، يعني انت بتحترم رايك، بس نوري المالكي اللي هو نائب رئيس الجمهوريه اللي هو طيب خليني رجعني فاعل اساسي بالمعادله. معلش خلينا نطلع من نوري المالكي ونرجع على عرسان. هي حواضر الاعتدال السني ودمرت من العقل الصحراوي الذي يكره هذه الحواضر، دمرت من الوهابية، من التسلفية، أبدا من داعش. لا 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 أبدا، داعش دخلت الموصل بالتواطؤ مع هذا النظام القائم بالعراق الآن. غير صحيح. هو ترك الدبابات، هو ترك لو سمحتوا خليني أتوقف مع فاصل إعلاني ثم أعود لمتابعة هذا الحوار مع ضيفينا غسان جواد وأحمد الأيوبي. وأتابع مشاهدينا هذه الحلقة مع ضيوفي الصحافي والسياسي غسان جواد ورئيس التحالف المدني الإسلامي أحمد الأيوبي. أستاذ جواد، هل معركة جرد عرسال اليوم هي برأيك جزء من معركة كبرى في المنطقة لاقتلاع الإرهاب، يعني مربوطة بما حصل بالموصل، بما في الرقة، بإدلب، يعني هل هي جزء من منظومة أو معركة كبرى بغطاء إقليمي ودولي عن سابق تصور وتصميم أم ماذا؟ بس مرة الأستاذ أحمد شغلي، يعني أنه الرئيس المالكي هو اللي إيه بس سلم ما بدي استفيد بالنقاش عن أنا المالكي والنوري، تابع بالتفاصيل كيف سقطت الموصل. أوكي بس معلش، كان هنالك مشكل بالحامية العسكرية اللي هي من أهل المدينة وسقطت الموصل، يعني بالتواطؤ عم بتأكد مثل ما عم بيقول المالكي أنه أهل الموصل هن مع داعش، كان في مشروع إرهاب جاي على المنطقة، إرهاب. شوفوا بعد عنا خليني خبر لكم شغله، خليني اقول لكم شغله، عندنا بعد بين الربع ساعه والعشرين دقيقه اذا بدكم تحكوا عن الموصل عم تاخذوا وقت من الحديث عن عرسال. خلينا نرجع لعرسال، هل هي جزء من معركه كبرى بالمنطقه لاقتلاع الارهاب بغطاء اقليمي ودولي؟ هذا مسار بدا
بأواخر العام 2016 باستعادة حلب ومن ثم باستعادة الموصل وبتلقي المشروع الإرهابي التكفيري مجموعة من الضربات. المقاومة كانت من سنة الماضية عملت المعركة الأولية في جرود القلمون الغربي وتمركزت بمناطق وتركت المرحلة الثانية من العملية لإنضاج ظروفها السياسية بدون ما تأثر على العلاقة مع أهالي عرسال. نحكي الصراحة كان في بالمرحلة الماضية تداخل بين أهالي عرسال الشرفاء وبين المتورطين مع الإرهابيين، وكانوا عم يقدروا بالضخ السياسي والإعلامي اللي عملوه أنه يشوشوا على طبيعة المعركة. اليوم بعد ما صار في إعادة انتخاب رئيس للجمهورية بخطاب القسم تحدث عن مقاتلة الإرهاب، وبهالمعنى معركة حزب الله شرعية استنادا إلى خطاب القسم وإلى البيان الوزاري. حزب الله رأى اليوم بأنه بالنظر إلى الواقع الإقليمي، الواقع الميداني للجماعات المسلحة، البؤرة اللي اسمها النصرة بعرسال، صار في أستاذ أيوبي، هل برأيك هذا التوقيت فرضته ظروف إقليمية ودولية، أو بالأحرى هل هي جزء من مسار إقليمي ودولي أكيد. له علاقة بالمنطقة ككل؟ أكيد، نحن بدنا نلاحظ أنه في مناطق تهدئة صراع عما تنشأ، وفي مناطق استبعد عنا الإيرانيين بسوريا، وهناك الآن نقاش حول المساحات النفوذ الإيرانية في سوريا. إذا تأخر وقت السيطرة على جرود عرسال وهذا الامتداد، فمن المرجح أنه في حال فرض منطقة تهدئة معينة بيصير متعذر خوض معركة من هالنوع لاحقا على المستوى الإقليمي. وأنا بدي أقول أنه هون يعني فكرة استعادة المدن، نحن هذا الصراع كله يلي عم نشوفه، يعني حزب الله بخطابه بيقول أنه هذا كله في الطريق إلى القدس، يعني نحن حلب في الطريق إلى القدس، الموصل في الطريق إلى القدس. طب أنا بدي أقول أنه ما أساسا سوريا كانت كلها تحت السيطرة، والعراق من وقت سقوط صدام حسين حتى هيديك اللحظة لما فاتوا على الدبابات الأمريكية الشباب وحكموا، ما كان كله تحت السيطرة. ما شفنا نحن أنه خطوة نحو القدس، ما عليه يعني أنه نحن اليوم عقلنا بده يكون فيه له احترام. هذا الصراع ما له علاقة بالقدس ولا له علاقة بفلسطين، هذا الصراع له علاقة بالنفوذ بالسيطرة الإيرانية بالمنطقة، بإيران وبحلفائها بالتالي امتدادا. فما يعني فكرة أنه يكون في غطاء كبير هو من أجل القدس، هاي البوصلة غلط. هاي البوصلة فاتت بالحيط بكل هالمدن اللي صارت دمار وخراب. وضحت الفكرة. تفضل. المشروع الإسرائيلي اللي أجهضه حزب الله بال 2006 من خلال أنه إسرائيل تبعت جيش وطيارات ودبابات وجنود وتغير الوقائع السياسية، خلت الإسرائيلي يفكر ببدائل، من هذه البدائل إنشاء تنظيمات ذات طابع عصابات لاستخدامها بتدمير الدول المركزية وتدمير الجيوش العربية وإشغال المقاومات واستهداف وبحذف وجهة الصراع. استهداف هذه المشاريع هو استهداف المشروع الصهيوني بلادنا. نحن هذا تشخيصنا وتوصيفنا، ولذلك نقول أن هذه معركة القدس. أنا كنت بتمنى أنا وياك اليوم نكون عم نحكي تضامنا مع أهلنا المنتفضين بالقدس، مش أنه أنت بالعمق متضامن مع ابو خليني. مالك التلي لا ابدا ما بسمح انه هذا الكلام. نحن لنا متضامنين مع ابو مالك التلي ولا مع داعش، وداعش هلا الشباب محيدينهم على جنب، بعد شوي بيتبخروا كالعاده، بيتفاوضوا. مثل ما تبخروا بالموصل، شفت اللي بالموصل طلعوا داعش، وين اني داعش دخل؟ زعل هيلاري كلينتون، زعل ترامب، هم عم بيقولوا انه حلفائكم داعش. لا لا، هم بيقولوا يلي بدهم اياه. هلا انا ما بعتمد على الامريكي ولا ليش بدك لحظه بس، ليش هلا صار مرجع يعني كلام كلينتون؟ يعني ليش بدك تعتمد على كلام كلينتون؟ يعني مين حلفائهم؟ أمريكان. مين نحن؟ بنفس الخندق مع الأمريكان. نحن بنفس الخندق مع الأمريكان. نحن يلي مع فلسطين، نحن يلي مع المقاومة الحقيقية. لا يا حبيبي، نحن مش مع الأمريكان. الأمريكاني راح مع الإيراني، عمل زواج وعمل فقس كمان تفاهمات على مستوى المنطقة، وشفنا أنه وشفنا ما تحب الإيراني ما تحبه، لا 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 لا, لا, لا بس بالمنطق السياسي، بس مش لأنه أنا ما بحبه عم بحكي هيك، لأنه الواقع بيقول هيك، الواقع بيقول هيك. لذلك أنا اليوم شو عم أقول؟ عم أقول أنا بلبنان في فكرة الحياد يلي طرحوها اللبنانيين وأجمعوا عليها.
انا الحياد بيضمنه الجيش اللبناني، مش حدا تاني. شو الحياد انت عندك؟ مش هادي. لا شو الحياد انت ببلد في مليونين نازح سوري؟ شو الحياد؟ اذا كنت استاذ ايوب، اذا كنت انت معرض للتهديد، هل قادر انك تبقى على حياد؟ اذا ما في عندي دولة لبنانية ساعتها كل واحد يدبر راسه. لا يعني يا اما في دولة، لا في دولة وكلنا تحت سقف الدولة بما في حزب الله والمقاومة تحت سقف الدولة. بتقبل هيك؟ بتقبل هيك؟ ايه بس ماني عم ما عم بيكون هيك. بلا هو هيك. لا هو خليني لو عم بيكون هيك كان قال، بس منو هيك. خليني اخذ اتصال. السلسلة الشرقية سلموها للجيش، هلا معركة عرسال، هلا بتعطيني رقمك. عظيم. بس يسلموها للجيش بدي تلفن لك هلا. عظيم. خليني اخذ اتصال. سلموها للجيش من الشاكرين. خليني اخذ اتصال معي على الخط مباشرة عضو تكتل التغيير والاصلاح نائب بعلبك الهرمل الاستاذ ايميل رحمة، يلي عم نحكي معه هو مباشرة براس بعلبك. مساء الخير استاذ ايميل. الله معك، ببعلبك انا بالمدينة، انا على طول قلبي وفكري براس بعلبك، بس انا هلا بالمدينة ببعلبك. مين ضيوفك جورج؟ هيجي جورج. عندنا الاستاذ غسان جواد والاستاذ احمد الايوبي. مسيك بالخير انت وضيوفك. يا اهلا فيك. استاذ ايميل، انت نائب بالبرلمان اللبناني، انت نائب عن بعلبك الهرمل. عم نشهد من 3 أيام ما يجري في جرود عرسال، كيف يمكن أن تصف أنت من وجهة نظرك ومن موقعك السياسي والنيابي ما يحدث في جرود عرسال والنتيجة يلي لحد اليوم وصلت؟ ما يحدث في جرود عرسال هو استئصال ورم في جسم اللبناني بشكل كتير ناجح وحرفي ومهم جدا وبشكل وطني على الكامل. يعني اليوم حكي السيد هاشم صفي الدين كلام رائع جدا وقت قال انه هذا الموضوع هو مش بمصلحه طائفه دون طائفه او فئه دون فئه، هذا لمصلحه لحمايه عرسال اولا والبقاع ثانيا ولبنان ثالثا. انا بقول لحمايه كل لبنان ومساعده انه نبلش بالسلسله الشرقيه في بعلبك الهرمل من حتى سرعين. نعم استاذ ايميل، في نقاش عند البعض يقول انه بالمبدا هذا الامر مطلوب وضروري، ولكن كان المفضل انه يكون الجيش اللبناني من يقوم في هذه المهمه. شو تعليقك على هالطرح هيدا؟ لا هن اصلا هذا الطرح صار ليك خي جورج، في هلا بالعالم لنحكي شوية سياسي، بالعالم في استثناء كبير. انا بتحدى اي حدا يقول لي انه كان رح يكون في حرب بين الارهاب وبين كل جيوش العالم ومقاومي العالم. هذا استثناء من أكبر الاستثناءات المعقول كان حدا ينتظره. نعم. إن مواجهته بحاجة إلى استثناء مفيد، وإن الاستثناء المفيد العظيم جدا هو ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة. وهي إهانة بحق الجيش، بس حدا يقول هيك لأنه الجيش عم بيقوم بواجبه هلا تبعا لمندرجات الغطاء السياسي اللي مبلغينه إياه. ونحن نشكره ونثمن دوره الحامي لعرسال واللي منتبه للمخيمات والمقاومه يلي هي جزء اساسي من من المعادله الثلاثيه الذهبيه عم بتقوم بدوره لاستئصال الخطر الداهم على عرسال وعلى راس بعلبك وعلى القاع وعلى اللبوه وعلى الكل والاحتضان الشعبي. اذا بتجي على بعلبك جورج بتتفاجئ، نحن قاعدين هلا، انا قاعد هلا ببعلبك، بعلبك السني والشيعي الماروني والكاثوليكي والارثوذكسي، هاي هي بعلبك كلهم برأي واحد. شو بدك بالناس؟ كلهم برأي واحد. والمتى واللي قال انه لكي تؤمن احمل جسدك وانتقل، هي انا امبارح بمجلس النواب دعوت المجلس والحكومة ليجوا، لانه الجرود ارضنا هيدي. ابن عرسال يعتاش من جروده. نعم. زراعة وبناء. نعم نعم. هلا بده بكره حزب الله بده يأمن حماية وبده يأمن طمأنينة وبده يأمن مصلحة لابن عرسال مثل لابن القاع مثل ما ابن الراس راح علينا موسم الكرز أكله. نعم. أكله. أنا بشكرك استاذ ايميل رحمة نائب بعلبك الهرمل، شكرا لك على هذه المداخلة واهلا وسهلا فيك. اسمح لي هون شغلة تعليق. اللي قالوا انه الدول كلها عم تخوض معارك بوجه ظاهرة اسمها الارهاب، فلا بد وعم ترصد ميزانيات ضخمة 100% وما عم تنجح. فنحن يعني بلبنان عنا هالتكامل اللي عم بيتم بين المقاومة والدولة، وهيدا مبلش من ايام الرئيس رفيق الحريري. انا بحب ذكر المشاهدين ايام الرئيس الشهيد رفيق الحريري، خاضت المقاومة حرب تحرير الجنوب من الاحتلال الاسرائيلي، وبالمقابل خاض الرئيس الحريري
النهوض والاعمار، يعني معركه النهوض والرئيس والاعمار، الرئيس سعد الحريري والرئيس فؤاد السنيوره خاضوا، وبعدين شباب قلبوا الطاوله عليهم بالتالي، وايضا باليمن، ايضا بالعراق، ايضا عم ببين من بوصف بلادنا عم تتعرض لمخاطر وللارهاب وللاحتلال ولمحاولات الهيمنه واليمن عم يكافح الارهاب ولمحاولات يعني الهيمنه. هذا كل خطر، يعني كل خطر. هلا اذا اجت اي دوله بدها تعتدي علينا بده يقاتل المقاومة إلى جانب الجيش. معلش، وبالعراق هلا نحن ضمننا خطر انتهت داعش. نحن لا، إذا استمرت هيدي، إذا استمرت هاي السياسة نفسها اللي قائمة على إقصاء السنة بالعراق، ما حيطلع أشباه داعش. إذا كان في إقصاء السنة نحن ما بنوافق عليه، ولكن ما في إقصاء. خليني أرجع للمفاوضات التي سبقت انطلاق المعركة. نعم، يعني كنا عم نسمع إنه في مفاوضات، في وساطات. سمعنا عن وساطة أنفية مصطفى الحجيري أبو طائية، سمعنا عن مطالب مستحيل يتمسك بها أبو مالك التلي، ومبالغ كبيرة بحوزته كان مصر أنه ياخذها معه، ورتانهم عن بيو، ورتانهم عن الوالد. وبعدين ما كان في جهة أنه بتستقبل، تركيا لم أساسا لم توافق على استقباله وإلى ما هنالك. طيب، مبدأ التسوية أو مبدأ الوساطة هل كان من الأساس يعول عليه أم كان ورقة محروقة يعني، ولكن يجب المرور عبرها قبل الانطلاق بالمعركة؟ يعني بالاستناد لتجربة حزب الله في التفاوض لإخراج المسلحين من بعض الأماكن، كانت تجربة التفاوض جدية، عملها بالزبداني ونجحت. وبالتالي كان من المفترض لهذه المجموعات بأن تترك، يعني تكون ضنينة بدمائها هي نفسها وبمستقبلها وحياتها، وتترك السلاح الثقيل والمصاري اللي معه وتفل عقدلب. ابو مالك التلي اشترط الخروج بالسلاح الثقيل وبالملايين اللي معه، ويمكن كان بده ياخذ معه المسبح اللي عامله، لانه عامل مسبح بجرود عرسال كمان. طبعا هاي معلوماتنا، يعني هذه عامل مسبح بالمصريات كمان اللي صورتهم عن بيو، يعني مش بمصريات الناس واللي سرقوا. مسبح شعبي ولا مسبح خاص؟ مسبح خاص بريفي. نعم استاذ احمد، إذا طالما هالجماعات المسلحة الإرهابية عددها محدود ومحاصرة وإلى ما هنالك، ليش اختارت المعركة وما اختارت التسوية والانتقال إلى إدلب كما كان معروضا عليهم؟ بدي أعزي أهلنا بعرسال باستشهاد أحمد الفليطي. طبعا، لأنه كان رجل، كان رجل، أنا بضم صوتي لصوتي، سلام، وكان رجل يعمل على خط الوساطة، حكي معه أربع خمس مرات، شخص لايق ومرتب. يعني بدنا ندعي للتحقيق الجدي بهذا الموضوع، لأنه صار في التباس كبير حول الاستهداف اللي تعرض له. بالنسبة لموضوع الخيارات، الحقيقة ما بعرف شو التفاوض اللي كان، وهل فعلا بده أبو مالك التلي ياخد هالسلاح والمال، وقداش في مال. نحن منا معنيين أستاذ جورج بهذا الموضوع كله سوا، نحن بدنا إياهم يطلعوا بالنتيجة، ما بنقبل حدا يفكر أنه نحن متمسكين فيهم. هذا آخر هم بالنسبة لنا، نحن بدنا هاي الأرض اللبنانية تصير خالية تماما من أي وجود مسلح. وانا برجع بقول الوضع الغير منظم ما بيستبدل بوضع غير منظم. نعم استاذ غسان، اليوم النصره ماذا عن داعش؟ يعني هل المعركه قال لك ليه قتلوا للشهيد فليطي؟ لحتى يستنفروا اخر، يعني هن في بعد مجموعه صغيره بعرسال كانت متورطه داخل عرسال، داخل عرسال. نعم. هودي مش مسترجين يحكوا ومش مسترجين يقولوا مشاعرهم الحقيقية، لأنه بيعرفوا أنه أهالي عرسال بيتصدوا لهم والجيش اللبناني والأجهزة الأمنية. الإعلام الحربي قبل بدقيقتين أعلن عن استهداف سيارة فيها نفس المواصفات. أنا سمعتك فيها صديق، أنا سمعتك عندي يعني فيديو ببين كيف النصرة ضاربين السيارة بكل الأمور. يعني لذلك قلت بدنا تحقيق بالموضوع. أنت برأيك أنه راح بنيران غير مقصودة من حزب الله؟ ممكن. لا شو لأن هيك ممكن. عم بت... ممكن كتير. هيك ممكن عم هو ممكن شكك كتير. وأنا عم جاوب كنت عم أقول قتل الشهيد فليطي أحمد فليطي هو لاستثارة أهل عرسال وجعلهم يفوتوا بالمعركة إلى جانب المسلحين. إذا كان الناس بدهم مفاوضات، بدهم يفاوض، ولكن أهل عرسال فهمانين الرسالة. واليوم كلام مفتي اليوم كلام مفتي بعلبك شيخ خالد صلح بتشيع الشهيد فليطي ممتاز. خلونا هو قيادات السنة وهو قيادات عرسال عم يحكوا، خلونا نسمعهم. إذا هن بدهم مين يفاوض، كيف بدهم يقتلوا الشخص الأكثر تا
تناسبا مع التفاوض. يعني اذا هني بدهم القناه هيدي تكون موجوده خلص فقدوا الامل وعم يقتلوا المفاوض لانه بيعرفوا يعني له حيثيه بعرسال ليستثيروا يعني اهل عرسال ويتهموا المقاومه لحتى نعم. تصير خليني اختم 2014 خلصت خليني كان اختم ممكن تنجح معهم خليني اختم بال 2014 بموضوع داعش. هل المعركه المقبله بعد جبهة النصرة مع داعش التي تسيطر على مناطق موازية بين راس بعلبك والقاع؟ بتصور انه التفاوض مع داعش كمان مبلش بدأ؟ بيمشوا بيروحوا بيغادروا المنطقة، كفى الله المؤمنين شر القتال، ما بدهم يتركوا المنطقة ويتفاوضوا ويستسلموا عمليا، بدها تصير معركة طبيعية. والجيش اللبناني هل ستكون أصعب من المعركة مع النصرة؟ نظرا الى طبيعه المكان وطبيعه يعني كل معركة الارهابيين بحد ذاتهم يعني كل معركه الى طبيعتها، والمقاومه عم تعمل تمارين ومناورات قبيل اي معركه عم تؤدي لسرعه في الحسم ولتخفيف بعدد الخسائر، مع العلم انه نحن بنرفع راسنا وبنعتز بشهدائنا بالمقاومه وبنعتز بالعلاقه التي تتكامل والتي تحمي لبنان وتؤمن استقراره بين الجيش اللبناني والمقاومة، بين الأجهزة الأمنية اللبنانية بعضها ببعض والمقاومة. نعم أستاذ أحمد الأيوبي، من حوالي الشهر وجهت نداء إلى الشباب المسلم تحت عنوان أنه تجربة تنظيم الدولة تسقط فلا تسقط معها. حكيت عن الأضرار السياسية والدعوية البالغة لتنظيم الدولة الإسلامية، وصفت بأن أداة لتدمير الحواضر السنية وإلى ما هنالك من أمور. أولا ليش التوقيت بالذات بهالوقت؟ ليش هذه الدعوة أو هذا النداء ما كان من قبل؟ ليش لليوم حتى برز؟ إحنا هذا مش النداء الأول، إحنا صرنا مدة طويلة عم نحاور هول الشباب وعم نقول لهم أنه الخيار هذا خيار خاطئ، وهذا مش من أجل داعش صار الشعب السوري أو العراقي. نحن بنتذكر انه في خيارات سلميه ديمقراطيه من اجل صار الناس، هذا الاساس. الانحراف بنحو داعش او نحو اي تنظيم متطرف هذا انحراف حقيقي عن الاسلام وانحراف عن اهداف الشعوب، وبالتالي هذا ما بيصب باي مكان. ونحن كنا عم نستبق اللي عم بيصير بعرسال اذا كان في لبنانيين بهالمنطقه انه يطلعوا من هذا الجو، وانه اذا في لبنانيين بالخارج بدهم يرجعوا قلنا بالنهايه للدوله اللبنانيه يفترض تنعمل اليه محدده لاعاده استيعاب هؤلاء الناس وتنظيم امورهم بالشكل الذي يتناسب مع الامن ومع القانون. هل لاحظتم انه في موجه تاهيل مدارس تاهيل وطني؟ اكيد اكيد. وهون بدي اقول انه السعوديه عم تساعد بالتاهيل بشكل كثير كبير. يعني المنهج السعودي بمواجهه التطرف والارهاب هو منهج عملي صار له تقريبا من 8 او 10 سنوات حقيقي عم يشتغل بطريقه منظمه لاطفاء اسس الارهاب والعنف والتطرف. هل لاحظتم انه في موجه لدى الشباب المسلم في بعض المناطق استدعت هكذا نداءات؟ الحقيقه نحن حسينا انه في بدايه ضعضعه بالرؤيه عند كثير من الشباب يلي مغرورين او مغترين او مغشوشين او مغشوشين بهذا النموذج، فلقينا انه هيدي فرصه لتوعيتهم ولايقاظ الضمير الديني والوطني عندهم انه هذا خيار في امكانيه للرجوع عنه، خاصه للشباب اللي ما تورطوا عمليا. نعم. في ناس متورطين مثلا فكريا، ميالين بالجانب النفسي، هدول مؤهلين انهم يروحوا على هالمحلات. نحن عم نقول خاصة لهالشريحة انه لا، وقفوا هون. نعم، انتم بالامكان. وضحت الفكرة. شكرا لكم الصحافي والسياسي غسان جواد، اهلا وسهلا فيك. رئيس التحالف المدني الاسلامي احمد الايوبي، ايضا شكرا لك، كنتوا ضيوفنا في القسم الاول من هذه الحلقة، اهلا وسهلا فيكم من جديد. مباشرة بعد هذا الفاصل الاعلاني، السلسلة والضرائب مع الوزير السابق ألان حكيم، ناشرة موقع عرب ايكونوميك نيوز فيوليت بلعة، رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين فؤاد زمكحول، والنقابي جورج سعادي. ونتابع هذه الحلقة من الأسبوع في ساعة. في هذا الجزء بدي أحكي عن موضوع السلسلة والضرائب مع ضيوفي الوزير السابق وزير الاقتصاد السابق ألان حكيم، القيادي في التيار النقابي جورج سعادي، ناشرة موقع عرب ايكونوميك نيوز فيوليت بلعة، ورئيس تجمع سيدات ورجال الأعمال اللبنانيين في العالم فؤاد زمكحول.
رح نحكي هلا ضرائب وسلسله، بس قبل بالبريك كنا عم نحكي عن اللوك، ما هيك صحيح. ست فيولات كله له علاقه باللوك. ايه هذا لوك جديد من الحكومه هلا، ضرائب ولوك جديد. نحن كنا عم نحكي عن اللوك عن لوك معالي الوزير، انه جاي سبور اليوم بدون كرافات. انا قلت له برا، قلت له هيك عم بيعطينا مثل قديش الكتايب على الارض، يعني قديش مش بالهم باللوك، يعني عم يشتغلوا وعم يناضلوا وعم بيعطوا صوره جيده لباقي، ربما بركي بتكون عدوى لباقي الاحزاب، لباقي الفئات المعنيه ربما بهالسلسله. قصدك احزاب السلطه؟ لا، ما عم نحكي عن الاحزاب يلي عم بتعارض السلطه، كتايب منهم بالسلطه كانوا سابقا صحيح، بس جزء من مجلس النواب، يعني جزء من مجلس النواب صح، ما نشوف شو بدك حدا يكون وعم بيغردوا وحيدين، يعني خارج السرب، خارج السرب ناطرين منهم طعن على كل حال نحن. ايه هلا هن عم بيراهنوا على رد القانون من قبل رئيس الجمهوريه، واذا لا الطعن هلا صاروا هن وخالد الظاهر، ما حدا غير خالد الظاهر معكم بيوقع الطعن، ما هيك ست سنين لهلا لحد هلا. رح نحكي اكثر عن الموضوع. بدايه خليني ابدا بالمبدا، الموظف يريد سلسلة تعطيه حقه الطبيعي واللي صار ناطره من سنين. الموظف يريد زودة على معاشه، وهيدي شغلة طبيعية. إقرار السلسلة صار له سنة ورا سنة مطلب بيتأجل وبيتميع وبيخضع للتسويف وللمماطلة وللتأجيل وإلى آخره. بالشكل تبدو الصورة وأخيراً إيجابية، إنه مجلس النواب أقر سلسلة الرتب، أقر زيادات وإلى ما هنالك. ولكن ماذا عن التفاصيل؟ ماذا عن الجوهر؟ ماذا عن حقيقة الموقف؟ ليش كل هالمواقف السلبية بيطلع ما حدا راضي؟ لا الموظف راضي، لا الهيئات الاقتصادية راضية، لا النقابات راضية، ما في غير النواب راضيين. ما عاد الوزير، أنت وزير اقتصاد وأنت اختصاصك الأساسي المجال الاقتصادي. ليش بالجوهر وبالتفاصيل ما حدا راضي؟ بالوقت اللي بالشكل هي خطوة كويسة بالمبدأ. يعني إذا بدك نظرة على الأرقام فقط بتفرجيك ليش التشاؤم هو سيد الموقف، هيدا واحد. مش عنفوت ونغوص بهالموضوع، بدنا نوصل على موضوع شامل اكثر من هيك. اليوم المشكله البديهيه بلبنان والمواطن واعي بهالموضوع هو الانفاق. الانفاق دون مبالاه هي المشكله الاساس للبلد. هذا الانفاق اليوم عم بياثر على خزينه الدوله عامه، مش عم نحكي بس بموضوع السلسله. السلسله اذا بدك على صعيد عام بدنا نحطها على جنب ونقول نحن اليوم السلسله حق، انتهينا من هالموضوع، حطيناه على جنب، هلا بدنا نحكي بموضوع تمويل سلسلة يعني. الانفاق عامة تمويل فايد بالانفاق تبع الدولة اللبنانية. اليوم الانفاق هو انحراف تام على صعيد الدولة اللبنانية، انحراف يومي. ليش هذا الانحراف؟ خلال ليش؟ حتى بس مجلس نعمل تعابير يفهموها الناس، ليش هيدا الانحراف؟ شو هو هيدا الانحراف؟ بعطيك مثلا اليوم الانفاق ارتفع من تقريبا 6 مليار ب 2004 الى 13 مليار ب 2016. الجواب بيكون عامه الانفاق طبيعي يزيد، ولكن على شو؟ هذا السؤال. بس نعرف انه الانفاق عامه بيكون على صعيد ثلاث نقاط. اولا التحويل على الكهرباء، ثانيا الاجور، ثالثا خدمه الدين العام. فاذا اي انفاق؟ اذا انفاق للاستثمار، اذا انفاق لتحسين وتنشيط الدوره الاقتصاديه، كلنا بنفهم وكلنا بنقول نحن مع، ولكن بس الانفاق يكون انفاق اعمى، هونيك المشكله الكبيره على صعيد الدوله الاقتصادي. ست فيولات، هل تحولت هذه السلسله اقرارا الى عقاب جماعي للموظف وللصاحب العمل ولكل، يعني هيك تبدو؟ اكثر من هيك، تحولت انا برايي للعنه. انا بكره كذبه بهالموضوع انه هي ليش لعنه؟ ليش بتعتبريها لعنه؟ صارت لانه هي حق مثل ما قال معالي وموضوع كلنا موافقين عليه، ولكن ان لم يعني لم ترفق بيسلي اصلاحيه وليس ضريبيه، يعني كان يفترض انه يكون في اصلاح يرافق هالسلسله، ما يكون في بس ضرائب فقط، يعني ما بيقدر الواحد يعمل ميزان بين الانفاق والايرادات اللي عم بتكون عنده وينفق على قطاع عام حجمه كبير لا يوازي انتاجيته، المفروض كان يعمل اصلاح شامل على اساس الكفاءه، على اساس الانتاجيه، بس بلحقوا يعملوا هذا الاصلاح الشامل. قلنا خمس سنين عم نحكي بالسلسله، ايش كنا عم نعمل؟ لا بس هلا صار في عهد جديد، لا اكيد، ورئيس جديد، اكيد نحن مش عم نحمل بس العهد الجديد، نحن عم نحمل الحكومات المتتاليه اللي خلت السلسله توصل لهون وتقر مع سله ضريبيه 29 ضريبه ببلد
اقتصاده مش عم بيعمل نمو 1%، وما في بالمقابل يعني تقديمات اجتماعيه، يعني 29 ضريبه وما في تقديمات اجتماعيه، ما في خدمات، يعني لا على صعيد التربيه، لا على صعيد الكهرباء، لا على صعيد الكهرباء، لا على صعيد، يعني الدوله لها حق تفرض ضرائب ولكن واجباتها تقدم خدمات. من هنا تسميتها باللعنه يعني. صحيح. استاذ فؤاد المكحول، يعني عم نلاحظ انه الهيئات الاقتصاديه منا راضيه، الموظف منه راضي، المواطن منه راضي والى اخره، هل يعني هل هذه الفوضى ما حدا فهمان شيء على شيء، ولا فعلا يعني في كارثه ناطرتنا؟ ليك ما رح نقول كارثه ولا بدنا نخوف العالم، اخر نهار بنهي تاخذ القرار، وانا مثل ما قال برجع بزيد انه هذا حق مشروع، مزبوط انه اليوم في عندنا موظفين قطاع عام ما بيستحقوا وما بدنا نحكي بس، لكن في كمان ناس بيستحقوا، ونحن نعرف انه ذوي المدخول المحدود اليوم عم يعيشوا تحت سقف الفقر، نحن بنعرف انه في ناس على باب المستشفيات، في ناس ما عم يدفعوا قسوطات، ونحن الهدف اخر النهار هو نحسن نسبه العيش والمدخول، نحن اليوم بالسلسله انعطت ولا تحسنت نسبه العيش ولا مدخول اي شخص، وبتعطي انعطى بيد وعم ينعطى باليد وعم بياخذ اضعاف بيد الاخرى، نحن اليوم وقت بيقولوا رفعنا التي في اي من 10 او لل 11، اللي عم نقول انه نحن كلها 1%، لكن نحن اليوم بالاقتصاد 1% يعني 10%، نحن بنعرف انه المصروف اليوم للجميع بيروح فوق ال 18% للمدارس الخاصه والعامه. نحن هل اليوم حدا سال شو رح يكون في اليوم المدارس بايلول؟ قد ايه رح ينزل سقف المدارس بايلول؟ عم الاب بطرس عزار انه 27 عم نحكي 27 ل 30%، نحن ثاني الاستشفى، فاتوره الاستشفى اللي هي بين 20 و 22% من المصروف العام للكل، اكيد رح تنزيد، مش لانه بدها تنزيد، لانه بالنهايه المصروف عم بينزيد، فمن هذا عم ينعطى بيد وعم بيتاخذ اضعاف بيد اخرى، فباليوم اكيد اللي عملنا عم نحفر جوره بموضوع اكثر بكثير. النقطه الثالثه، نحن عندنا عجز، وحضرتكم كلكم حيتوا بالعجز، لكن ما حدا اليوم قال انه جبايه اللي بنقال حسب المراصد الداخليه هي دون ال 50%، طيب انا اليوم عم زيب ضرائب وعم بزيد ضرائب على الشعب وبعرف انه اقل من 50% ما عم بيدخل، طيب انا اليوم شو حليت؟ انا اليوم زدت السلسله واخذت قرار سياسي بامتياز، لما نقول انه قرار انتخابي، نحن بنعرف انه اللي عم بيستفيدوا منا بطريقه مباشره وغير مباشره اكثر من مليون شخص، وبالحقيقه ما عم بيستفيدوا منا، يا ريت في حدا مستفيد، انا بصراحه كنت حبيت اجي هني اقول انه في ناس مستفيده، واخر نهار حطينا عقبات على الشركات، وما ننسى انه هالشركات هو عمود فكر الاقتصاد بلبنان، نحن اليوم مين عم بيوظف ومين عم بيستثمر؟ هن الشركات الخاصة. وقت نجي نحن بنزيد اليوم الضرائب على الشركات، مش انه عم نتهرب من الضرائب، هاللي اكثريتهم في خسائر وبيعرف من وزير المال واخرى انه اليوم الضرائب المدخول الضرائب عم ينقص لانه ما في ارباح. نعم. فاليوم بس نقطتين مهم، اليوم شو عملت؟ حطيت بالاستثمار، وانا بعرف من اخر 5 سنين انه عدا 50% من الاستثمارات الداخليه والخارجيه نزلوا بلبنان، وعندي اليوم بطاله فوق ال 28% بدها تزداد على قليله 5 او 6%، فشو عملت؟ اول شيء ما حسنت المدخول ابدا على حدا، ضربت الشركات وضربت القطاع الخاص، واخر نهار اخذت قرار مره اخرى منه مدروس وسياسي، بدي اخر نقطه بعتذر لانه كثير مهمه اقول لك اياها. طيب نحن حكينا انه في ناس بيستحقوا وانا بهنيهم وبتمنى ياخذوا اضعاف وبهنيهم، الناس بنفس الوقت اليوم الشخص الفاسد اخذ زوده، اليوم الشخص اللي نحن عم نروح نعطيه رشوه ليمشي لنا اوراقه اخذ زوده، اخر نهار عم نهنيه نحن ناخذ زوده، عاول ما عمل اعاده هيكليه الدوله نحن عم نطلبها وتطهير اليوم اصلاح، انه اليوم اذا انعطت هذه الزوده بالاصلاحات الحقيقيه ونعيد نظر على حجم الدوله وقلنا والله هالاشخاص اليوم بيستحقوا وهول ما بيستحقوا، اليوم اعطينا للي عم بيجاهد وعم بياخذ حد الادنى بالاجور نفس الشيء، وبنفس الوقت اعطينا نفس الزوده للشخص اللي عم ياخذ اجره اثنين وثلاثه وما بيعرف وين وضح عمله. استاذ جورج سعادة، اليوم كان في تجمع بوسط بيروت، سكوتك ضريبة، مقارنة مع حجم إذا بدنا نقول الكارثة الضريبية كان تجمع هزيل، ما كان كما يجب أن يكون. طيب إذا هالناس ما بدها تثور وما بدها تتحرك كرمال هكذا أمر، ليش الناس ساكتة؟ يعني ليش الناس ما عم تتحرك كما هو مطلوب؟ وحضرتك نقابي عريق وخبير بهذا الأمر، شو تفسيرك لعدم حماس الناس اليوم تحديدا؟ اليوم كان اعتصام رمزي وشارك في احزاب رمزيا، ما كان في حشد تكون مظاهره او اعتصام كبير. لا شك الواقع المأزوم بالبلد من سنوات خلق احباط عند الناس وخلق نقمه. انا بدي اقول تعليقي على السلسلة يلي هلأ انطرحت، أنا مش شايفها مشكلة بالاقتصاد، هي ضرورة للاقتصاد.
الاقتصاد اللبناني بركود، بنعمل سولد 70 و80 و90% وما حدا بيشتري. سألوا ليش؟ لأنه الاقتصاد حلقة، في جزء من هالحلقة يلي بده يصرف، القدرة الشرائية يعني، القدرة الشرائية عند الناس. القدرة الشرائية مش موجودة. لأنه؟ لأنه المعاشات يلي عم بياخدوها هي دون إمكانية يعيشوا عيشة كريمة. طيب هون الناس عم بيشتروا الحد الأدنى من من من, من الحاجيات. بس اليوم استاذ سعاد يعني لما بصير في إقرار زودي معين اللي هي سلسلة الرتب، وبالمقابل عم يتاخد من مال تاني من خلال الضرائب اللي عم تنفرض لتمويل هذه السلسلة، طيب شو عملنا؟ لا يعني أنت بالنسبة لك كنقابة، كحدا صار له سنين عم بيطالب بإقرار هذه السلسلة، بإنصاف الموظف، بإنصاف القطاع العام، بإنصاف المعلمين والأساتذة والموظفين والآخرين، اليوم أنتوا حصلتوا على زودة، بس بالمقابل رح تدفعوا ضرائب أنتوا وغيركم من الناس يلي ما حصلوا على زودة ورح يتحملوا أعباء ضريبية. هل هذا مش بس ضرائب بيدفعوا غلاء معيشة وتضخم بيطلع ويدفع الأسعار؟ رح أجاوب. هل هذا الأمر هو صحيح؟ هل هذا الوضع هو سليم؟ لا مش سليم. لكن لانه السياسه المتبعه سياسه خطا. اول شيء هيدي السلسله المطروحه هي تصحيح اجور مش زياده تنتفع عليها، لانه الاجور ثبتت وجمدت سنه 1996 لتاريخه. اخذنا سنه 2008 كتله نقديه ثابته يلي هي 200,000، وعاد خدنا سلفه غلاء معيشي سنه 2012 ما يشكل 45%. دائره الاحصاء المركزي اللي تابعه للدوله اللبنانيه قدرت غلاء المعيشي، قدرت التضخم الاقتصادي بهذه الفترة حتى نهاية 2011 121%. كل السياسات تصحيح الأجور بالعالم بتقول أنه كل سنة أو سنتين لازم في تصحيح الأجور. للأسف جمدوا الأجور لتاريخه. بس أنا خليني أحكي عن اللي صار اليوم، هل أنت راضي عن اللي صار اليوم؟ لا لا، اللي صار اليوم قلت لك اليوم كان في تجمع رمزي. لا مش حاجة. راضي عن اللي صار كسلسلة. كسلسلة فكرت عن اللي صار اليوم كإقرار هذه السلسلة. كسلسلة. هل أنت راضي رح عن إقرارها وعن مصادر تمويلها وعن الضرائب اللي فرضت لتأمينها؟ رح بس لو سمحت بشكل مختصر لما نرجع لمعالي. إيه مختصر بس نوضح الفكرة. لا مش راضي. لأنه أول شيء السلسلة انعطت بشكل عطاءات مختلفة بين قطاع وقطاع وغير موحدة. بشكل أن تكون سياسة فرق تسد بين القطاعات. للأسف في قطاعات أكلت قتلة مثل التعليم السنوي. أكل قتلة، أخذ 87% معدل الزيادة يلي لازم يأخذها 121%، يعني خسران، يعني في جزء من قدرته الشرائية ما حصلها. الموظفين بالإدارة أخذوا مبروك، هذا حقهم فعلا لازم ياخذوا. السيد فؤاد عم بيقول انه في ناس بيستحقوا وفي ناس ما بيستحقوا. مش انا عم نقول كلنا يعني. لا بالمنطق انا رح يعني انا معبود معلي تحمل مسؤوليه. اسمعني تفضلت فيه انا موافق عليك بجزء منه بس رح اقول لك وين محله. نحن بنقول انه اللي ما بيستحق في اجهزه رقابه بتحاسبه. السلطه في عندها اجهزه رقابه شغلتها تحاسب يلي مخل أو مرتكب. مش شغلتي أنا كشعب أو نقابات حاسبه. أنا شغلتي طالب بحقي وحقي بدي إياه. والمرتكب شغلة الدولة تحاسبه. ما هو قال إنه وتفعل هو قال أول شيء إنه تطهير ثم اعتماد. طيب ما هذا التطهير يلي بده يعمله هي السلطة. ويلي عم يفسدوا مغطيين من السلطة. هل بدهم يغطوا يعني حاميه حراميه ويحاسبوا حاميه حراميه ويحاسبوا احزابهم يلي هن مغطيين تقدروا يفسدوا؟ انا اذا ما كنتش مغطى ما فيني افسد. معالي الوزير، الرئيس الحريري يقول انه اقرار السلسله انجاز، وصفه بالانجاز، يسجل لعهد الرئيس عون للحكومه لمجلس النواب. ليش انتم شايفين عكس ذلك؟ يعني الشعب اللبناني كفيه انجازات. إذا كل هالإنجازات أدت للحالة اللي نحن فيها، في مشكلة بديهية عويصة جدا. بعطيك بس نقطة، بتسمح لي بس بثلاث نقاط. النقطة الأولى، نسبة اليوم النمو عامة إذا متفقلين 2% خلال السنوات الماضية على 50 مليار حجم الاقتصاد اللبناني. نسبة الدين العام 7% على 77 مليار، يعني اليوم عندك فرق تقريبا
5% بس. هيدي بتمثل العجز للاقتصاد اللبناني، ومن هالمنطلق كل شيء عم نقوله ما بقى له أهمية. هيدا هو الجوهر، أهم شيء. من ناحية تانية عم نحكي اليوم بموضوع حقية هالموضوع، أكيد عم نحكي عن السلسلة، عم بحكي أنا عامة. اليوم بس نعرف إنه لجنة المال والموازنة بتقول لك هي وفرت 1000 مليار، هيدا حكي موجود بالصحف. ثانيا عندنا 600 مليار توفير بمناقصة المطار، كنا عارفين بهالموضوع. عندنا 400 مليار تقريبا بكل شيء اسمه جمعيات وهمية، وعندك تقريبا تحسين على لسان فخامة رئيس الجمهورية اللي منه موافق على الطريقة اللي عم بتصير. أنا مأكد منها، رح نحكي تحسين الجمارك 6% حتى اليوم، فبكنا انطرنا تيصيروا 20. كل هيدا إذا منزيدهم على بعضهم هولي يعني بموله بموله في تمويل وفي إمكانات. الموضوع الثالث والأهم موضوع الثقة، الثقة بالدولة. نحن بنعرف انه الاقتصاد مربوط بالثقة، بس تيجي نشوف انه السلسلة انعملت خارج الموازنة، وهذا على لسان فخامة رئيس الجمهورية جنرال ميشيل عون خلال مجلس الوزراء. فإذا في مشكلة، لأنه اليوم عم تعمل حسابات إنفاق بدون ما يكون حساب. عندك دون حساب، عم نحكي على صعيد عائلة، على صعيد مؤسسة، مش على صعيد دولة فقط. طيب مين بيصرف قبل الوقت؟ بس اسمح لي بس بنقطة تانية، على صعيد الثقة بالدولة أيضا وهالموضوع، معلش يعني هيدا مجلس نواب ممدد 3 مرات، كتر خيره موجود على الأكيد للمؤسسات وما هنالك، ولكن ممدد له 3 مرات لياقة بالشفافية ورحمة بالناس. ما لازم يفوت المواطن والدولة والحكومة والمؤسسات بمغليطة تاخد أمد طويل، لأنه مش مسؤوليته اليوم. إذا بيمثل كان به، وإذا لا يمثل ما لازم يعمل شيء من هالنوع. سيد فيولات، الرئيس بري اعتبر إقرار السلسلة الإنجاز الأهم منذ سنوات، وقال إنه السلسلة لا تستهدف الفئات الشعبية أو الفقيرة، خلافا لما يجري ترويجه من بعض الحيتان التي تحركت للتشويش على هذا الإنجاز. بس هاتوا معالي هو معني، لأنه هو بالقطاع المصرفي وهن حيتان. انتو المقصود بالحيتان هو القطاع المصرفي. يعني صحيح، قطاع المصرفي. يعني بس تقلك لا تستهدف الفئات الشعبية أو الفقيرة. رئيس مجلس النواب يعتبر أنه ما بتستهدف الفئات الشعبية أو الفقيرة. كان الأستاذ السعادة عم بيتحفظ على السلسلة اللي ما كانت محقة، ما فيها عدالة ربما بين فئات معينة تنتمي إلى قطاع واحد. نحن نسينا في فئات أخرى، أصحاب المهن الحرة، التاجر، البناء، الدهان، المزارع، هول ما استفادوا من السلسلة، هول عم بيدفعوا ضرائب. يعني نحن عم ندفع 1,250,000 لبناني ثمن زودة تصحيح أجور ل 270,000 عامل أو موظف وعسكري بالقطاع العام. من هون نحن كنا بنتمنى هالقطاع العام غير المنتج قياسا على حجمه، كان يتزغر حجمه قبل يتنظف بعدين ينعطى للمنتج مثل ما قال دكتور فؤاد، وللفعال وللغير المفسد ينعطى حقه، لانه هيدا عم يعني انت انت حضرتك مع اصلاح، عمليه اصلاح بالدرجه الاولى ثم اقرار السلسله وتمويلها من قبل المشاريع أكيد الاصلاحيه أكيد مش الضرائب. أكيد استاذ فؤاد كمان، يعني وزير المال سمعناه بيقول انه 90% من الضرائب المستحدثه تطال الشركات الكبرى، ومش يعني بتطال الشركات الكبرى وشركات الاموال والمصارف والربح العقاري، وبس في 1% على ضريبة التفئة هي اللي بتشمل كل الشرائح، ولو أنه تستثني أصلاً الأمور الحيوية التي تتعلق بالطعام والشرب والطبابة والتعليم. صراحة أكيد ما بوافق على الكلام، لكن بدي أعتبر بصراحة أنا بدي أستفهم، لأنه ضعنا يعني مين معه حق؟ مين معه حق ومين ما معه حق؟ بدي أعتبر أنه معه حق. بدي أعتبر أنه معه حق. يعني نحن اليوم بدنا نأخذ الشركات الكبرى اللي هن اليوم عمود فقري الاقتصاد، اللي عم بيستثمروا وعم بيوظفوا. خلينا ناخذ انه الكلام مزبوط، وراح اقول لهم لاهنيكم انه قدرتوا بهالركود الاقتصادي 5 سنين ضليتوا توظفوا وتستثمروا، لانه انتم عملتوا هيك بدي احط لكم ضرائب وبدي ارجعكم لورا. يعني بدي اخذ هالكلام الحقيقي، مع انه انا ماني ابدا مقتنع بهالكلام، انا بقول لك الكل عيد فاسمنا. بدي اعتبر مزبوط عود ما اجي هالشركات احملهم على ظهري واعتذر منهم انه كل هالمشاكل السياسيه الداخليه، لانه نحن نعرف انه اللي عم بيدفعوا الاقتصاد اليوم من وراء الازمه الاقليميه والعالميه، لكن قسم كبير من وراء الازمه السياسيه الداخليه، اللي دفعوا ثمنها
المواطنين والشركات الخاصة اللي بعدهم عم يستثمروا، ونحن منهنيهم بعدهم عم يستثمروا، فأنا لأهنيهم وأطلب منهم يوصفوا زيادة أولادنا للأجيال القادمة. عم بقول لهم أنا اليوم بدي أعطيكم ضرائب زيادة ولقلكم دخيلكم ما توصفوا ولا تستثمروا. هيدي رسالة. بس عفوا بدي أعتذر، كفي لأنه في نقطتين كثير مهمين. طيب أنا اليوم أنا اليوم جيت أعطيت هالسلسلة، بس انت قلت وين واصلين. طب انا رح اقول لك طريقه كثير بسيطه. نحن عشنا ركود كثير كبير، وشفنا انه قلنا انه بعد ما يصير اتفاق سياسي وانتخاب رئيس جمهوريه وحكومه اتحاد وطني عيرجع ينهض الاقتصاد، مزبوط او لا؟ هيدا اللي وعدنا فيه العالم. نحن صار في انتخاب رئيس جمهوريه وصار في اتفاق سياسي وبعد حكومه جديده اتحاد وطني، وبعدنا نحن اليوم الاقتصاد بتراجع. جينا نحن وعدنا العالم بنفس الطريقه انه رح تجي السلسله وعنعطيكم زوده بالقوى الشرائيه وعتقدروا اليوم بكره تشتروا بالسولد وغير السولد، ونحن رح نشوف بالاشهر القادمه انه ابدا الاقتصاد بده يرجع لورا والاستثمارات يرجع وهالزاوية الحد انت عم بتسبي علي لان بدي احكي. لا عن سالتني سؤال وما قدرت اجاوب عليه. عن وانا عم بهز الدوري ما بعرف عن تداعيات هالسلسله. اجل لي اياها لمحمود بس كلمه واحده بوعدك باخر واحده، وفي نقطه كثير مهم نقدر نحكيها. طيب هالسلسله شو رح تؤدي؟ هتؤدي الى رفع الاجور الخاصه، انه نحن اليوم الشركات الخاصه خلينا نحكيها، مش نجي نحكيها يوم ثاني نقول ولا ما حدا حكى. هذا اللي يوم هذا اللي خايف منه انت. ماني خايف منه انا، لا لك ماني يا استاذ والله ماني خايف منه، وخلي يصير اليوم قبل بكره، بس خلينا نكون واضحين مع العالم. يعني هذا بكره بتيجي حمل اعباء زياده بكرة على الشركات، بكره بتيجي اعباء على الشركات، وانا بقول لك شو راح يصير من وراها. عم نزيد بطاله، الشركات راح يرحلوا تستغني عن لما اقول شركات حتسكر. عنرجع على موضوع انه غلاء المعيشه بيجي على الحد الادنى بالاجور او بيجي على كل الشطور اللي هو كارثه اقتصاديه. وضحت الفكره استاذ مكحول. استاذ سعاده قبل الفاصل الاعلاني، هيدي قصه الضرائب وانه لا تطال الطبقات الفقيره وتطال فقط، هل دقيق هذا الكلام من وجهه نظرك؟ ما صحيح، وفي احصاءات. ايه خليني اسمع منك بس العناوين البارزه. ايه في احصاءات. ايه ما صحيح. ما صحيح، هيدي بتطال الطبقات الفقيرة بشكل كبير. كيف؟ الموازنة وضرائب الموازنة 80% منها بتطال الطبقات الفقيرة ومتوسطي الحال، و20% بتطال طبقات الرأسمالية الكبيرة. والأرقام واضحة، ويلي حطوها الضرائب اللي حطوها على السلسلة بالأرقام وبالقطاعات وبالرسوم. اعطيني مثلا معين. رح اعطيك مثلا رح اعطيك بالمحصله العامه. الضرائب هي 1742 مليار ليره تتغطي سلسله 1200 مليار. اوكي لا اول شيء حجمها؟ لا نعم 1800. الله يسمع منك 1800. الله يسمع منك 1200. لا نو 1800 هن قالوا 1200 مليار. هن قالوا 1200 مليار. رجع في حدا 1870 بالضبط. ماشي الحال. مليارين دولار. مليارين وصلت. ماشي الحال. بدي اقول انه مش حدا عطانا رقم. ايه واضح. حدا من تمك لبس السما ل 1200. ال 1742 نصهم على الطبقات، 847 مليار على الطبقات الفقيره، و 895 مليار بتطال طبقات فقيرة وطبقات أغنياء. يعني مش كلها بس يلي بتطال الطبقات الفقيرة من خلال التيفي آ، من خلال التيفي آ، من خلال الرسوم على الطابع المالي، من خلال فواتير الاتصالات، من خلال رخص البناء، الطابع المالي على رخص البناء، من خلال على الرسوم على التبغ والرسوم المستوفيات من كاتب العدل. نعم اتسترا. اوكي هيدي نعم. في سلسله قلنا اياها. فبس انا بدي اقول شغلي قبل قبل الاعلانات اذا تريد. انا مش موافق ولا نتفي انه هيدي السلسله هي نقمه على الناس، لانه للحقيقه هيدي السلسله اذا كان بتكلف مليارين دولار وهي بقى تخرب الاقتصاد اللبناني، انا بدي اسال الهندسه الماليه اللي انعملت سنه 2016 وعطت البنوك 5.5 مليار ليرة من حاكم مصرف لبنان وغنوا له وطبلوا له وانه هي شغلة عظيمة، ما بتخرب الاقتصاد اللبناني؟ عظيم. اذا بيجيبوا الواردات الحقيقية من الضرائب، راح اعطي مثلا البور. البور 3150 مليار ليرة لازم يحصل، عم بيحصل 700 مليار ليرة. يعني في هدر 2300 مليار ليره، هودي بيدفعوا السلسله. تريد يعني معناتها انا ما بيدفع حدا، بدي اجيب من هون.
بنرجع للنقطة الأساسية إنه الإصلاح ثم إقرار السيتي. هذا الإصلاح ما فيها ننطر كمان الناس، ما فيها تنطر لآخر الزمن. عندك تعليق معاليك بس بشكل سريع قبل ما فوت على فاصل. بدي على موضوع الهندسة المالية بنحكي فيها إذا بدك بعدين. هذا شيء ثاني. عامة بس نحكي عن سياسة ضريبية بنحكي عن ثلاث شغلات، هيدي معروفة. أولا التحفيز، ثانيا الإرشاد، وثالثا المعاقبة. يعني الدولة بتعاقب إذا في حدا عمل شيء غلط، بتحفز إذا عمل بده تحفز، وبترشد اذا بده ترشد على قطاع ما. انا بس بدي عندي سؤال، اليوم الضريبه اللي عم بتكلف اللبنانيه 660 مليار ليره لبناني، اللي هي الضريبه على جيوب المودعين، يعني كل واحد متقاعد لبناني من هالطبقه، مش من الطبقه العليا ومن المصرفيين، من الطبقه المتوسطه، عم بيعيشوا من هالليره اللبنانيه الموجوده، عم بتفيد شو اي من هالثلاث نقاط؟ سؤال ثاني، الضريبه على المستوعبات الكونتينرات اللي نحن اليوم اغلى بلد بالعالم تقريبا، اذا مش بالمنطقه تنكون متواضعين اكثر، حاطين عليه رسوم ثانيه، شو بنكون عم نعمل؟ تحفيز، ترشيد، اما معاقبه؟ نعم. معاقبه مين؟ الاقتصاد والتاجر اللبناني والاقتصاد اللبناني عامه. هون المشكله الكبيره اللي عم نشوفها كمان. طيب بعد الفاصل اللي رح ارجع تابع معكم عن موضوع المفاعيل الاقتصاديه، خاصه ما يقوله بعض الخبراء انه هيدا الامر رح يؤدي الى ارتفاع المخاطر على مصير المالي العام للدوله، رح يصير على المحك، هل هذا تهويل ام هذا واقع؟ بعد الفاصل الاعلاني. وأتابع هذه الحلقة مع ضيوفي الوزير السابق ألان حكيم، ناشرة موقع عرب إيكونوميك نيوز فولاد بلعة، رئيس تجمع رجال الأعمال فؤاد زمكحل، والنقابي جورج سعادي. أهلا وسهلا فيكم. سيد فيولات، هل صحيح ما يقوله بعض الخبراء أن الضرائب ستنعكس على كل مفاصل الاقتصاد، ستؤدي إلى تراجع القدرة الشرائية عند المواطن، ستؤدي إلى مخاطر اقتصادية، سيكون مصير المالية العامة للدولة على المحك؟ هل هيدا تهويل مبالغ فيه؟ يعني كل الجمعة أنا عم بقرأ تحليلات تصب في هذا الإطار. صحيح. لهالدرجة الوضع كارثي؟ ليش نحن أصلاً بوضع طبيعي؟ أبداً. يعني وضع المالية العامة يعني ما نقصنا من زمان عم ندق نقص الخطر، يعني لأنه نحن كنا نحكي خدمة الدين عم نعاني منها، عم تاكل هي كل الموازنة، الكتلة الكبيرة، العجز عم بيتنامى بالموازنة، كمان عم بلش ياكل ياخذ حصة أكبر من حصته، كمان عندنا حجم القطاع العام يعني كتلة الأجور والرواتب، يعني احنا ما عندنا إنفاق استثماري على مشاريع حيوية بالبلد، بتفتح فرص عمل، بتحرك الاقتصاد، بتلاقي آفاق طويلة الأمد لمشاريع بكرة جايين على مشاريع النفط مثلا، نحن كنا متأمل يفعلوها أكثر، يعني نحن بوضع مأزوم من زمان وجاي، بس لما بنفرض ضرائب على اقتصاد واقع بركود من 5-6 سنين، اكيد نحن رح نستهدف اول التداعيات رح تكون بكره برفع رقم معدل التضخم يلي هو تقريبا 4% هلا، يعني هيدا بيترجم تدني بالقدره الشرائيه عند المواطن، يعني هو الحد الادنى 450 دولار حاليا، يمكن بكره فعليا بصير يساوي 300 دولار، يعني احنا ما بنتخيل اسره، يعني عم بينقال انه بحسب دراسات للجامعه اللبنانيه انه القدره الشرائيه للمواطن ستنخفض بين 10-20%. ايه اذا مش اكثر. صحيح؟ اذا مش اكثر، لانه كل شيء، يعني نحن عم نحكي عن مؤشر غلا، بكره بده يطال كل السلع، كل الخدمات يلي المواطن بحاجه لها. انا سمعت احد النواب عم بيقول انه 1% ما حكتير تحدث فرق، ومش على كل السلع. يعني. صحيح انه هي مش كثير شيء كبير على المواطن، لا هي رح تلحق كل خدمه وكل سلعه المواطن بيستعملها، يعني بدءا من قسط المدرسه يلي عرفنا وخبرونا الامين العام للمدارس الكاثوليكيه انه 27% وايلول جاي على البواب، بعدين رح تلحق بكره الكهرباء، النقل، الاستشفاء، الخبز، كل شيء له علاقه بحاجيات المواطن الاساسيه، ما عم نحكي بالرفاهيات. نعم، كمان معالي الوزير انحكى انه هذا الامر سيهز السلامه الماليه للبنان وتصنيفه الائتماني. حضرتك مصرفي بتفهم تحديدا بهذا الامر غير ما انك وزير اقتصاد، يعني هل لهالدرجه يعني تصنيفه الائتماني؟ يعني مثل كانه كارثه وحاله علينا، انه ما بعرف قديش هالامر دقيق. انا بدي اروح ابعد من هيك، نحن اليوم عم نحكي عن السياده، سياده ماليه لبنان بخطر من هالمنطلق هيدا، من الارقام اللي عم نشوفها واللي عم نحكي عنها، بس النسبه اللي قلت لك اياها
على النسبة على العجز والنسبة أما على النمو إذا بدك والنسبة على خدمة الدين، إذا بتشوف بس فارق النسبة هو بكفي تيودي البلد إلى كارثة إذا كملنا هيك المطلوب. بس هيدا كله بسبب السلسلة؟ لا، ما هيدا كله موجود سلف. من أول الحديث قلت لك السلسلة بنحطها على جنب. بدنا نحكي عن سياسة الإنفاق، سياسة الإدارة المالية للدولة اللبنانية. لا بس نحن موضوعنا السلسلة اللي هي شاذة. هلا هي من الأساس الضرائب اللي عم تنحط، نسيل السلسلة، الضرائب اللي عم تنحط ضرائب رح تنعكس سلبيا على الاقتصاد اللبناني، على الاسعار وكل شيء مبين. نعم. بين 10 و15 و27% على المدارس ايلول رح يكون ايلول حامي جدا. نعم. وهذا اللي مبين. نحن ما بدنا نقول انه في كارثه، ولكن في امر واقع، في تداعيات وتاثيرات سلبيه بده تغيير، وهذا اللي قاله كمان فخامه رئيس. نعم. الجمهوريه. استاذ سعاده، لما بينقال انه الاساتذه هن اكبر الخاسرين بهذا الامر، ليش؟ الاساتذه الثانويين خسرين. بس بتسمح لي قبل على بس بشكل سريع لو سمحت. بشكل سريع بس بدي علق على شغله انحكت. اول شيء الواحد بالمية على التي في اي بقى تجيب 400 مليار لير للدوله اللبنانيه. يعني معناتها بتاخذ نجوب الناس الفقراء. ايه معناتها بتنكس عليهم. ثاني شغله المدارس الخاصه انحكى انا بقى تزيد. المدارس الخاصه من سنه 96 لتاريخه صارت زايده 200%، اكثر من 200% على الاقساط بالوقت يلي بالوقت ما عطت الأساتذة زودات. وإذا عطتهم ال 200,000، وإذا عطتهم سلفة غلاء المعيشي هي 45%. تتفضل تعطيهم كل الجي اللي إجا للمعلمين والأساتذة حوالي 90 إلى 100%. تتفضل تعطيهم ال 100% وترد للناس ال 100% الثانية اللي أخذتها من جيوبهم. هذا المنطق غلط، مش لازم يزيدوا ولا فرنك. نعم. من هون اعتبرت انه الاساتذه هن اكبر الخاسرين، لانه الاساتذه اكبر ما اخذوا حقهم يلي بيستاهلوا. ما اخذوا حقهم. نعم. بدي اقول شغلي انا هلا هون. اول شيء وقت اللي بدنا نتعاطى نحن مع هذه المساله ومع مساله الضرائب اللي عم تنفرض على الناس، نحن ضد الضرائب اللي عم تنفرض على الناس بشكل تنجمع من الناس ناخذ من هالايد تنعطيهم بهالايد. يعني كانه ما عملنا شيء، ما عملنا شيء، اعطيناهم يعني من هون واخذنا منهم من ثاني مايل. يعني صارت خوه. انا عم بشتغل باي سلسله علميه للناس بالعالم انك السلسله او تصحيح الاجور هو لاعاده القوه الشرائيه للمعاش للراتب، مش ل مش تمشين اشطر اقل هالقوه الشرائيه. للاسف يلي حصل الضرائب يلي انفرضت على الشعب. هلا رح ينبسط اول ما يقولوا له رح تاخذ 400,000 أو 500,000 ليرة، اخر الشهر بس يشوف مصروفه وراح يشوف انه والله كانوا يكفوا لشغله. لا استاذ مكحول، لما بيقول فخامه الرئيس بس نقطه بعدين بس لا تفضل لا بس تخلص اذا بالسياق هيدا بهالموضوع هيدا ايه بهالموضوع بس يعني انا بس بتعجب. كنا عم نحكي قبل بشوي بس بيطلع حدا مع كل احترامنا للكل ما منه متخصص بالاقتصاد، حتى لو نايب، يعني ما بي مش لانه نايب بيقدر يحكي بالاقتصاد يعني مش عيب اذا وبيعطينا شعارات سياسيه واوهام اقتصاديه وبيحكي فيهم ونحن مجبورين نتسمع على هيك حكي. اليوم بس بتسمع انه ضخ الاموال سيؤدي الى تحسين الاقتصاد، لا مش مزبوط. اولا هالضخ الاموال رح يجي من وين؟ رح يجي من الدين. الدين رح يعمل شو؟ تراكم لخدمه الدين العام. خدمه الدين العام رح تعمل شو؟ عجز. رح نكون بحلقه مسكره، حلقه فارغه، سيرك فيرمي اي فيسيو، اللي رح يؤدي الى مشاكل طبيعيه. الضخ اليوم للاموال سيؤدي الى زياده الطلب على الليره اللبنانيه، وهذا الموضوع رح يؤدي الى كلفه اضافيه على مصرف لبنان. وهذا الموضوع كمان رح يرتد على الاستهلاك، لانه نحن بلد مستهلك. نعم. وبنستهلك من الخارج، والاستهلاك من الخارج يعني الاموال رح يروحوا على الخارج. نعم. ورح يضروا بميزان التجاره وميزان المدفوعات. فاذا شو عم نحكي؟ نعم استاذ فؤاد، يعني لما بيقول فخامه الرئيس انه بيتمنى لو انه الموازنه اقرت قبل السلسله لتحديد ايرادات الدوله وابواب الانفاق، طبعا واعتبر انه هذا هو المدخل الصحيح، طب بكل بساطه ليش ما نعمل هيك برايك؟ هلا ليك لك شيء، اكيد انا بوافق 100% بكلام الرئيس، لانه بالنهايه نحن الموازنه اللي بتعطي الخط الاقتصادي للانفاق العام. يعني اليوم وقت بتعمل موازنه ورا الموازنه بدك تلحق السلسله. نحن بنعرف انه منطوق السلسله هو موضوع سياسي بامتياز، وهيدي سموها كره نار كبت من محل الى اخر، وما في رئيس حكومه ما اجى اخذها او رئيس مجلس نواب، وبالنهايه كانت اذا بدك الكره النار عم تتاخذ من محل الى الاخر، وبالنهايه اكرت وبرجع انا بشدد، انا برايي يعني مثلا
لأسباب انتخابية وسياسية بامتياز. حتى وليد جنبلاط قال إنه الشعبوية طغت كون الانتخابات على الأبواب ومسكين لبنان. جورج بدي أقول شيء مؤسف بس هيدا الحقيقة. بتعرف بالنهاية الحكام اللي عم بيحكمونا آخر عقود بياخذوا لك الحق البديهي الإنساني اللي عندك إيه. برجع لموضوع الزبالة بس أعطيك، بياخذوا لك الحق سنة وسنتين، آخر شيء بيحلوا لك قصب منه وبدك تزقفه تاني. نفس الشيء موضوع هو تحصيل حاصل. فنفس الشيء موضوع السلسلة بصراحة يعني. نحن حكينا كلنا بس بعتذر كف النقطة بس عكف الفكرة بس أعطي الموضوع السلسلة. رجعنا كلنا اتفقنا هو حق، بس الحق خمس سنين جروا فيه وعملوه بطريقة منا مضبوطة أبدا، ولا لمطالبي الحق ولا لهيئة الاقتصادية ولا حتى للدولة. أنا حكيت بنقطة واحدة اللي هي جباية، بس في نقطتين كثير مهمين بدي أحكيهم. نحن بنعرف انه تلت الموازنة علي. لا انا عم سبي بس شي. لا لا كثير الحلقه لا. انا اخر شيء بدي اسال شو المصادر البديله. انا سؤالي كان سؤالي كان انا عم بلتزم بكل شيء. سؤالي كان ليش ما انعمل الموازنه بالاول وبعدين السلسله؟ لأقول لك شغلة، أنا بعطي رأيي بالنهاية. أنا ما عندي كل، يا ريت عندي كل الأجوبة خاصة بأجوبة سياسية. رح أسأل رأيك برأيي وأنا أرجع بشدد وجاوبتك عليه، لأنه هذا كان قرار سياسي وانتخابي وجا بوقت واضح. ست فيولات بصراحة، هل قد كان مستحيل إقرار الموازنة قبل وبعدين السلسلة؟ يعني شو بتاخذ وقت؟ هو ليش نحن قديش عندنا ما قررنا موازنة؟ 10 سنين يعني يمكن ما تنقر هلا هاي الموازنة، ما بعرف في شيء بأكد لنا إنه أقرت الموازنة. يعني أنا كنت بستحلي يطلع هيك مسؤول من بعد الجلسة تبعت مجلس النواب الشهيرة يطلعوا يقولوا للمواطنين نحن أقرينا هلأ السلسلة يلي هي حق مشروع، أقرينا سلة ضريبية فيها 29 ضريبة رح تطالقون بهالموضوع وبهالقطاع وبهالفئات يلي رح ينطالوا. حدا يشرح للناس يبرر ليش فرضوا الضرائب لتمويل هالسلسلة ويقولوا نحن منعتذر الموازنة بعد ما خلصناها ما ألحقناها أو ألحقناها. نحن مش عارفين اذا كانت السلسله طالعه مع الموازنه ولا لا او مش طالعه. يعني حفله فساد جوا، بتحس انه في صفقات عم تركب لا اغراض انتخابيه اكيد، مش انه بدنا نشوف. انا ماني مرشح، حطيت ايدك علي. لا 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 ان شاء الله بركي بتنعدى مترشحه كل الهيئات مرشحه. انا مش معك هيك، حطيتها انت على الهوا لانه انت انت انتخاب وحطيت ايدك علي. فبس حق المواطن يعرف انه لوين رايح. يعني احنا بهالدوله ما بنعرف شيء، بس اللي بيطلع وبيخبرونا انه على التلفزيون نحن اليوم اقرينا زقفونا عملنا انجاز، بس نحن مش عارفين فعليا قد ايه حجم السلسله، قد ايش الضرائب رح تاثر على الاقتصاد، واذا رح يكون في موازنه او لا، واذا رح يكون في موازنه او ما رح يكون في موازنه. بعد الفاصل الاعلاني اخر محور، اولا ماذا عن الطعن الذي ينوي حزب الكتائب او نواب الكتائب التقدم به للطعن بهذه السلسله؟ ثانيا تابع عم نحكي بس شو المصادر البديله اذا لازم هالسلسله تقر؟ شو المصادر البديله لتمويلها؟ بعد الفاصل الاعلاني. واتابع الجزء الاخير من هذه الحلقه، بدي احكي عن البدائل. ست فيولات، كلنا عم ننتقد الضرائب، كلنا عم ننتقد هال 29 ضريبه اللي رح تطال كل الناس، بس بالنهايه في حقوق لازم ياخذوها الناس اللي هي السلسله، وفي مصادر تمويل، يعني هالسلسله لازم تتمول. شو المصادر البديله؟ يعني حتى ما نضلنا يعني نحكي شو ممكن تكون المصادر البديله؟ هو قبل اول شيء المفروض يرجعوا عن سله الضرائب لانه فيهم يلاقوا مصادر تمويل اخرى. شو هي؟ شو مصادر يعني لما بيوقفوا الفساد بالادارات العامه، لما بيوقفوا الهدر، يعني 6 مليار دولار كل سنه الفساد بكلف خزينه الدوله. هيدا رقم مهول، 6 مليارات دولار بمول 6 سلاسل. التهرب بالجمارك مليارين دولار كل سنة. اليوم في وزير سابق صديق بعت لي لأنه شايف البروموسيون تبع الحلقة، بيقول لي اللجنة المؤقتة لإدارة المرفأ تجبي أكثر من 300 مليون دولار لتدخل إلى مالية الدولة، بتركوها خارج الموازنة وبيفرضوا ضريبة. ياما نحن يعني بنشرات أخبارنا عملنا تحقيقات استقصائية وتقارير عن هيدي الأمور، ما حدا لحق. يعني في كثير اموال الدوله اذا ما بدها تلحق يعني تفعل الجبايه وفعلا تكون جاده بالاصلاح، يعني مكافحه الفساد والاصلاح الاداري والمالي بده يمول السلسله. اكيد بمول السلسله. انا ثلاث نقاط. النقطه الاولى انا حكيت فيها هي تحسين الجبايه. نحن مش عم بقولها اليوم وقت عندنا جبايه تحت ال 50%، اول شغله بعليها ما رح اقول لك 100%، بس على الاقل بعملها 60 70 80%، بحسن الجبايه، كون اكيد انه بنهايه جبايه على كل الاراضي اللبنانيه ولكل اللبنانيين، ومن ثم نفوت بضرائب. النقطة الثانية واللي هي برأيي الأهم، هو اليوم نحن عم ننسى أنه ثلث الموازنة عم بيروح على تمويل كهرباء لبنان اللي هو مليارين دولار بالسنة. ونحن لليوم ما صار في أي إصلاح للكهرباء، أكيد في نوايا والكل عم بيجرب، بس وقتها عندي ثلث
وعنده مليارين عم يروحوا هدر كل سنه على كهرباء لبنان ويا ريتها عم تجي، يعني نحن ما في نوايا وعم روح عم بعطي سلسله. هاي النقطه الثانيه اليوم نعرف انه هالكهرباء من مليارين دولار هدر بيقدروا يتحولوا على مليارين على مليارين للدوله وللخزينه. النقطه الثالثه والنقطه الثالثه واللي هي الاهم هن المرافق البحريه والجويه والبريه، نحن بنعرف قديش عم بيكون في تهريب، نحن بنعرف قديش وباي طريقه عم بتصير وقف التهريب. والنقطه الثانيه نحن اليوم بزيد الضرائب شو راح يصير؟ عم عندك زيد التهريب عم بتشجع عم بتشجع حتى يهربوا من الضرائب، يعني هرب من الضرائب. فهول ثلاث نقاط لحالهم بيمولوا السلسله وغير السلسله. ونقطه رابعه والاهم اللي نحن بدنا نصير ثلاثه، انا بقول لك ولا تعطيني الكلام كل ما عم تقطعني. بس التهرب الضريبي بلبنان 30%، قد بده يصير هلا؟ جورج اخر واحد لنكون صراحة هو نخلق النمو. نحن بالنهاية ما في بلد بالعالم، وبحب أقوله لكل المشاهدين اليوم، نزيد ضرائبهم ونعطي نمو ونعطي استثمار ولا بلد بالعالم. بس نقطة النمو برجع بقول خلق النمو للشركات الخاصة اللي هن عيخلق النمو، بالنمو برجع بزيد المدخول للدولة ومدخول الدولة. شو مصادر التمويل برأيك لازم تكون؟ بلش من محل النمو، زيادة النمو. زيادة النمو بدها وقف الفساد والهدر. لما السمسرات بدها تقف عند كل شركة بدها تجي، مش حيجي اي توظيف. اثنين، فرض ضرائب على ارباح البنوك. يلي بتشكل كلنا طلعنا به يلي بتشكل مع الوزير كانه هو صاحب بعد اذنك مع الوزير بتمنى له يعني يلي بتشكل حسب حسابات البنوك مش انا عم بقولها 2000 ما بدي ادخل بتفاصيل ارقام لان ما بقى عندي وقت، بدي ناقش مع معالي الطعن اللي بدهم يقدموا. بس بدي كافي بعد شغله، وضع ضريبه على الارباح، ارباح الريوع العقاريه يلي هي هائله ما حدا بيدفع ضريبه عليها. الارباح بحط المصريات وبيمشي. الاملاك البحريه استردادها ووضع غرامات على مغتصبيها. للاسف في فضيحه بالموازنه لمره للاسف مقطوع، يعني في فضيحه بالموازنه انه حاطين 75 مليار ليره بس على البحريه. بس نقول البحريه والنهريه والمشاعات لا بعد بس لو سمحت ما بقى عندي وقت، خليني مره هذه بعد. في بعض بديل بالنسبه للطعن، في بعض بديل بس طعن، خلينا نطعن بعد في بديل خلص. اللي في عندك مثلا موضوع دفع التعرفة على مواقف السيارات 360 مليون دولار، ما عدا اللي قلت لك عنه الألف مليار اللي لبناني اللي لجنة المال والموازنة وفرت حسب إيليت، ما عدا ال 400 مليون كمان على موضوع الجمعيات وإذا بتزيدهم كلهم هو اللي بديل ما عدا المرفق والمطار 700 مليون دولار. الطعن اللي انتم ناويين تقدموه، نحن هل يعني استنادا لشو؟ يعني بده يكون في معطيات قانونيه اكيد ضمن اطار الدستور. اولا نتكل على رئيس الجمهوريه اللي عندنا ملء الثقه انه بيقدر يتوصل لهالموضوع، لانه هو مؤتمن على الدستور وهو من وجباته يشوف شو عم بيصير. ونحن عارفين ضمنيا انه هو ضد اللي صار، والبرهان كل اللي قاله التصاريح اللي حكينا عنهم خلال الحلقه. هيدا واحد. اذا رئيس الجمهوريه اللي كمان هو ضمن اطار توازن القوى الموجوده السلطوية الموجودة يمكن ما يقدر يقوم بهالواجب، أنا حسب رأيي نحن رح نتكل على الموضوع نحن كحزب الكتائب. بس الطعن بده يتقدم، رح يتجمع خمس نواب، رح يتجمع عشرة أكيد، رح نفتش على خمس نواب تانيين بركي ما لقيته تجاه المواطن، بركي ما لقيته عملنا واجباتنا تجاه الناس. بتطلعوا بتفضحوا الأسماء إنه سألنا فلان وقال ما بده، فلان ما بده، فلان ما بده. قلنا إنه رح نحكي، والشيخ سامي جميل كان واضح بالموضوع، رح يكون صريح وشفاف تجاه الرأي العام. الشيخ سامي رئيس حزب طلع وحكي ونايب البرلمان عنده كتلة واعترض، ما طلع حدا فسر رد، يعني هل الاستهتار لهالدرجة بما يمس المواطن؟ الاستهتار بالناس، انه كثير يعني صرنا كثير صارت الاستهتار بالمواطن، ما في حدا عم بيحاسبهم. هون انا بدي حمل مسؤولية كمان بكره ابواب الانتخابات للناس. المجتمع لازم يرجع يعني ليش بده يوصل على ساحه الناس لازم تعرف مين تختار. في استهتار اكثر واكثر اذا سمحت لي، لانه شغله مهمه. اذا بنقدر نعمل جبايه صحيحه بنقدر نامن حوالي 5 مليار دولار اذا موقف الهدر. هيدي بتامن السلسله وبتضمن 48% من الشعب اللبناني حسب احصاءات اليو ان دي بي. هودي ما لهم اي ضمان اجتماعي اي ضمان
اجتماعي ولا صحي. أنا بدي أشكركم وزير الاقتصاد السابق آلان حكيم، القيادي في التيار النقابي جورج سعادة، رئيس تجمع سيدات ورجال الأعمال اللبنانيين في العالم فؤاد زمكحول، وناشرة موقع عرب إيكونوميك نيوز فيوليت بلعة، هالموقع يلي أكثر وأكثر عم بياخذ مكانه وعم بتابع كل المستجدات الاقتصادية بلبنان والمنطقة والعالم. شكراً. شكرا لك. اهلا وسهلا فيكم. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، لهون بتخلص حلقه الليله، اللقاء الاحد المقبل 9:30 المساء.